إنها اللحظات الحاسمة. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم، تحياتي لكل اللي بدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة، حلقة البطولة. 4 ساعات بتفصلنا عن بداية رحلة الأهلي بإذن الله لحسم اللقب رقم 11 في تاريخه وتتويج ببطولة جديدة في تاريخ مشواره في دوري الأبطال. كورة، هنتكلم كورة، خطة، تشكيل، مفاتيح لعب هنا وهناك، فاندن بروك، مارسيل كولر، الشحات، كهربا، تاو، شريف، حمدي، تيانج، مروان، معلول، هاني، شناوي، ياسر، منعم. كتيبة النادي الأهلي النهاردة كلها جاهزة، ومن الصبح من ساعة ما فتحت عيني لغاية اللحظة اللي قابلت فيها حضراتكم مفيش كلام ومفيش حديث إلا وبيدور عن المباراة المنتظرة النهاردة بالليل. الأهلي هيلعب إزاي؟ كولر هيهاجم ولا هيدافع؟ إيه هو التشكيل الأفضل أو التشكيل المثالي؟ إيه هي نقط ضعف فريق الوداد؟ إزاي الأهلي يقدر يسجل؟ إيه سيناريوهات المباراة المتوقعة؟ الناس كلها، العالم كله الحقيقة النهاردة في مصر مشغول بمباراة الأهلي، وده طبيعي. الأهلي النهاردة والله العظيم بيلعب باسم مصر، وفرحة المكسب النهاردة مش للأهلاوية بس، فرحة المكسب النهاردة للمصريين كلهم. بحب الأهلي وبشجع الأهلي طول عمري، وأكيد وطبيعي جدا بفرح لما الأهلي يفوز، لكن دلوقتي بقى جزء من فرحتي إنه ولاد بلدي يقضوا ليلة سعيدة، ولاد بلدي الفرحة تدخل قلوبهم. وصدقوني ده ينطبق على الأهلي، قسما بالله ينطبق على الأهلي وعلى أي فريق مصري بيلعب باسم مصر بره. مش طبيعي جدا ومش طبيعي أبدا ومش طبيعي خالص إنه أنا أتوقع أو أتمنى الفرحة للغريب عن إنه ولاد بلدي يفرحوا حتى لو كانوش لابسين تيشرت النادي الأهلي. ده الطبيعي وده اللي احنا تعودنا عليه. خد بالك إنه تشجيعك أو تشجيع أي جمهور للأهلي لا هيزود ولا هيقلل، لكن نتمنى في النهاية الفرحة لمصر وخصوصا الأهلاوية. النهاردة في كورة، في 90 دقيقة كورة، 90 دقيقة تكتيك، و90 دقيقة أدوار دفاعية وأدوار هجومية، و90 دقيقة مباريات ومواجهات فردية ومواجهات جماعية. لكن خليني أقول لك إنه النهاردة مباراة تلعب على التفاصيل، إنه النهاردة زي ما في اهتمام بالجانب الفني والجانب المهاري والجانب التكتيكي، الأهم يمكن ويجي بالنسبة لي في المرتبة الأولى التركيز والهدوء والثبات الانفعالي. الفريق اللي هيقدر يعمل ده لمدة 90 دقيقة يقدر يكون في كامل تركيزه، يقدر يكون عنده مستوى من الهدوء والثبات الانفعالي اللي يخليه ما يطلعش بره حالة التسعين دقيقة، هو الأقرب للمكسب. والمكسب النهاردة بالنسبة للأهلي بإذن الله فوز أو تعادل. أنا أطمع وأتوقع إنه الأهلي إن شاء الله يرجع من كازابلانكا كسبان ويكرر فوزه، لأنه جدير بده، مش حبا في الأهلي، لكن أنا شايف إنه الأهلي بالموسم وبالمستوى وبالأرقام اللي قدمها الموسم ده هو الأقدر بالتتويج باللقب الأفريقي. استاد أو مركب محمد الخامس اللي بالمناسبة بيستضيف، خدوا بالكم عشان ده رقم قياسي جديد بيحصل لأول مرة، وفي ظني وفي تقديري لن يتكرر مرة تانية. مركب محمد الخامس بيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في سابقة لم تحدث في تاريخ الكرة الإفريقية. استضافها طبعا في النجمة العشرة أو البطولة العشرة في الموسم قبل الماضي، الأهلي واجه كايزر تشيفز على نفس الملعب وتوج باللقب العاشر في تاريخه، واستضاف نفس الملعب نهائي دوري الأبطال في الموسم الأخير، وطبعا كلنا عارفين السيناريو وظروف المباراة، وخسر الأهلي لقب أمام الوداد. ولثالث مرة على التوالي الملعب بيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، نهائي مكرر الأهلي والوداد. بكرر مرة تانية، الأهلي بيدخل المباراة دي بالأفضلية. واحد، أفضلية الفوز. أنت داخل وكعبك أعلى، أنت داخل وأعصابك أهدى، أنت داخل بتبحث بهدوء عن تحقيق أهدافك، على عكس تماما في معسكر الوداد ضغوط أكتر عليه. وخد بالك وارد جدا لو نجح مستر مارسيل كولر وال11 اللي هيبداوا مباراه النهارده في ان هم يكسروا حده الجمهور، ويا سلام يا سلام لو بهدف مبكر، تفرق معانا جدا في سيناريو المباراه. طيب الافضليه الاولى هي افضليه الفوز والارقام، طب الافضليه الثانيه هي افضليه الفرص. هذه المباراه تنتهي بواحد من 3 سيناريوهات، سيناريو اول هو مكسب النادي الاهلي، سيناريو ثاني هو تعادل النادي الاهلي، والاثنين يحسموا اللقب لصالحنا، والسيناريو الاخير وباذن الله اللي مش هيحصل النهارده ومش هنشوفه هو مكسب الوداد، وده المكسب اللي يهديه اللقب بشرط انه يكون
بنتيجة 1-0. أي مكسب تاني 2-1 3-2 4-3 5-4 عد بقى لغاية لما يعني تزهق، كله يصب في مصلحة النادي الأهلي، فأفضلية الفرص بتصب أيضا في مصلحة النادي الأهلي. هتابع معاكم بلحظة بلحظة، وهروح مقر إقامة الفريق النهاردة، يمكن كان في تمرينة خفيفة الصبح كده في الأوتيل، لكن هنروح على مدار حلقة النهاردة لكاميرا النادي الأهلي في مقر إقامة الفريق، ونتعرف على الساعات الأخيرة. مفترض أنه في خلال ساعتين من دلوقتي هتبدأ رحلة الباص الخاص ببعثة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي لمركب محمد الخامس عشان يستعدوا للمباراة. خلينا نبدأ الحلقة بأهم الأخبار والعناوين. الأهلي يواجه الوداد الليلة في إياب نهائي أبطال إفريقيا. مران بدني خفيف للاعبين بفندق كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين بالفندق. على موعد تحرك حافلة الأهلي لملعب المباراة. مباراة الأهلي والوداد تكتب حدثا فريدا لاستاد محمد الخامس. عشرة مساء بتوقيت القاهرة يبدأ اللقاء. كل التوفيق للأهلي النهاردة، اللي بدون شك وما فيش شك أنه قدم موسم واحد من أفضل مواسم، بما فيهم حتى المواسم اللي توج فيها بلقب دوري الأبطال. الأهلي مع كولر كان مختلف ويستحق الحقيقة التتويج، لكن حسابات التسعين دي ما بتعترفش بده. وبيتهيالي النهاردة الشغل الشاغل لمستر مارسيل كولر، أنا بيتهيالي طبعا أنه أهم حاجة في المباراة كيف يسجل الأهلي. فكرة ان احنا نلعب جيم دفاعي لا تليق باسم النادي الاهلي، ولا تليق ولا تتفق مع فكر مستر كولر. الراجل الحقيقة عودنا انه بيلعب دايما بهدف الفوز، والنهارده اعتقد تسجيل اهلي هدف يخفف بشكل كبير جدا الضغوط علينا، ويكتر بشكل كبير او يعني يزود بشكل كبير الضغوط على فريق الوداد. ازاي يقدر الاهلي النهارده يسجل، وازاي يقدر يمنع الوداد من التسجيل؟ هو ده تقريبا السيناريو اللي بيحاول يرسمه او بيحاول يوجده مستر مارسيل كولر للعيبه عشان تطبقه على مدار 90 دقيقه. لو الاهلي سجل اولا اعتقد السيناريو هيبقى عظيم جدا بالنسبه لنا، وفي الحاله دي تقدر تكون تحيه الجمهور، تقدر تبقى حرمت الوداد من افضليه الهدف خارج الارض بهدفين، وطلبت الوداد او بقى مطلوب من الوداد انه عشان يفوز باللقب محتاج يسجل 3 اهداف، وده معناه انه عشان تسجل 3 اهداف في الاهلي اندفاع هجومي لها هدفي، وده معناه مساحات كبيره، ومن الممكن انه السيناريو المباراه يتغير بشكل كبير. نتمنى انه ده يحصل. قلت مره ثانيه، كل الفوارق، كل الاسماء، كل الارقام، كل الاحصائيات ما قبل بدايه المباراه شيء وبعد المباراه شيء تاني خالص. امبارح احنا يمكن شفنا السيتي والانتر، وعلى قد ما كنت فرحان بفوز السيتي باللقب ولانه الحقيقه افضل فريق بيقدم كوره على مستوى العالم، ولابد ومن العداله انه الفريق اللي بيلعب كوره ويمتع جماهيره بالمستوى ده من الاداء على مدار الموسم بالكامل يتوج في النهايه باللقب، الا انه ماتش امبارح و90 دقيقه بين الانتر والسيتي كان فيهم كتير جدا 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 من الدروس المستفاده لماتش النهارده. هتكلم عليها بعد ما نروح مع حضراتكم للمغرب، ونتعرف مع زميلنا كريم احمد على اللمسات الاخيره اليوم الاخير ما قبل بدايه المرحلة الأخيرة في تتويج الأهلي إن شاء الله باللقب ال11 في تاريخه من دوري أبطال إفريقيا. زميل عزيز كريم أحمد من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي معانا على الهواء مباشرة من كازابلانكا. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز أحمد سمير، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم. قبل ما اخش في النهارده وقبل ما اخش في اليوم الأخير لساعات النادي الأهلي، عايز أعرف تفاصيل منك يا كريم، إيه اللي حصل امبارح لبعثة النادي الأهلي أو حوالين مقر بعثة النادي الأهلي وإقامته؟ يعني طبعا زي ما بنقول طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه صعبه جدا لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين والجهاز الفني. يمكن انت لمست نقطه مهمه لكن هي اعتياديه الحقيقه على فريق النادي الاهلي بقيمته الكبيره وبوعي لاعبيه. يعني يمكن كان امس في يعني الساعه 3 الساعه 4 طبعا توقيت الكازابلانكا بعض الجماهير جت حوالين الفندق، كلاكسات، اصوات عاليه، السيارات
بتقوم ببعض الامور كده، يعني هي من وجهه نظرهم ان ده ممكن يسبب ازعاج للاعبين، ان هو ممكن يوتر اللاعبين شويه، ممكن لعيبه ما تعرفش تاخد راحتها من النوم. لكن اللي انا باكده لكم وباكده لجمهور النادي الاهلي، الامور دي معتاد عليها فريق النادي الاهلي، وانا عايز اقول ان لعيبه النادي الاهلي عندها هدف وحيد مهما كانت كل الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي من مضايقات شفناها ولسه كمان ممكن تشوفها من خلال تحركنا من هنا من فندق الاقامه وحتى الوصول الى مركب محمد الخامس. كل الامور دي الحقيقه فريق النادي الاهلي فاصل نفسه تماما، هو مركز فقط لغير في ان هو يرجع من هنا بالكاس عشان يفرح الشعب المصري ويفرح جمهور النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا الكل بيتكلم فيها، جمهور النادي الاهلي الحقيقه شيء عظيم جدا جدا لما بتشوف الهايلايتس وبتشوف اللقطات طبعا اللي بتذاع من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي على تجمعات الجماهير على هتافهم لاعبي على حرصهم الكبير جدا ان هم يكونوا موازرين لفريق النادي الاهلي في مباراه واحده من اهم المباريات وهي الاصعب في مشوار البطوله، مباراه نهائيه امام الوداد. مش هنتكلم على ذكريات على قد ما احنا هنتكلم على المستقبل ان شاء الله باذن الله. لعبتنا قادره ان هي تعود بالبطوله، النادي الاهلي متقدم، النادي الاهلي وصاحب الافضليه، النادي الاهلي يمتلك سكواد اكثر من رائع في هذه المباراه، كل اللعيبه جاهزه زميلي احمد، معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا، مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه الكبير على الدعم والمسانده. يمكن زي ما قلنا وصل الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره بصحبه ايضا كمان الاستاذ محمد الضماطي، الكل متواجد الكل متكاتف في هذه المرحله وفي هذه المباراه تحديدا. لاعبي النادي الاهلي مع مستر كولر تم التحضير الفني بشكل مميز جدا من خلال التدريبات، من خلال المحاضرات، من خلال زي ما اكدنا وقلنا الاجتماعات اللي جمعت اللاعبين. سوليا كان ليه دور مهم جدا، علي معلول، الشناوي، محمد دهاني، رامي ربيعه، كل الحقيقه كباتن فريق النادي الاهلي ليهم دور مهم جدا، اتكلموا مع بعض على اهميه هذه المرحله. عشان كده بنقول الثقه اللي بنقولها على لاعبي النادي الاهلي مش من فراغ، لان شايفين في عيونهم الحماس، شايفين الجديه، شايفين الرغبه. ربنا سبحانه وتعالى بس يعني يوفقنا ان شاء الله في المباراه في ال 90 دقيقه في السيناريو اللي اكيد مستر كولر محضره، ممكن تقابل سيناريوهات عديده جدا ما تبقاش في ذهن اي حد. عشان كده ان شاء الله باذن الله نستطيع ان احنا نحرز هدف. الراجل بياكد بشكل كبير جدا على الكره الثانيه، على الارتداد العكسي، على التمركزات، ازاي ان انت تقسم المباراه بشكل كبير، نظري بشكل كبير جدا بيقولوا اللعيبه، عملي بيطبق في التدريبات. تدريب الامس الحقيقه كان طيب جدا وجيد جدا في التحضير، لكن يهمنا بقى النهارده ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان هتكون في محاضره فنيه اخيره لمستر كولر في الخامسه والنصف مساء طبعا بتوقيت كذا، ومنها مباشره التوجه الى مركب محمد الخامس. الملعب يعني من 5 لـ10 دقائق من فندق الاقامه مع وجود التامين ان شاء الله باذن الله نصل بسلامه الله ان شاء الله باذن الله. انت عارف ممكن يكون في تكدسات كبيره جدا بره الملعب 4 دقائق، لكن ممكن يتسع عن كده شويه كمان في التكدسات اللي ممكن تكون امام الجماهير. لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين وفي جمهور النادي الاهلي وفي مستر كولر، ويا رب ان شاء الله تكون البطوله الـ11 من نصيب النادي الاهلي. طيب النهارده عرفت انه اندرياس اندويا عمل تمرينه خفيفه جوه الفندق جوه مقر اقامه الاهلي الصبح، وبيتهيألي دي المرة الأولى من نوعها. يمكن طبعا يعني أنت بتسافر مع الفريق كتير فممكن تكون أدرى بكل التفاصيل المرتبطة بساعات الأهلي في الماتشات الخارجية، هل دي المرة الأولى؟ وإذا ما كانتش عايز أعرف منك التفاصيل، وإذا كان عندك أسباب في قصة إنه يبقى في تمرينة خفيفة الصبح. لا يعني يمكن هقدر اقول لك احمد، يمكن هي دي معتاده الحقيقه من مستر كولر تحديدا، هو ليه فكر بيطبقه بقاله فتره سواء في مباراه بطوله الدوري العام. صباح يوم المباراه بيكون في فقره بدنيه بسيطه جدا، يعني هي طبعا فيها جزء علمي بشكل كبير، فيها ايضا كمان القياسات اللي اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا قياسات الجي بي اس وامور عديده جدا. الراجل معتاد على هذا الامر، هو ما بيبقاش في تدريب بحجم الجرعه التدريبيه على قد ما هي بتكون في امور بسيطه بيطبقها طبعا في الدوري الاوروبي بتطبق بشكل كبير جدا، الراجل معتاد عليها. تيتسين الحقيقه هو اللي بيكون او اندرياس طبعا مخطط الاحمال هو اللي بيكون يعني مشرف على هذا الامر. النهارده يمكن كان صباح اليوم كان في هذا التدريب الخفيف جدا، لكن ده امر معتاد زميلي احمد، بيساعد بشكل كبير جدا على اللاعبين ان هو يأهلهم نفسيا ايضا كمان ويتكلم معاهم ويخلي العضله مهيئه طبعا المباراه، لان بيكون في ضغط اكيد على اللاعبين مهما كان الوعي الكبير عند لاعبي النادي الاهلي، لكن مباراه بحجم هذه المباراه بتسبب شويه ضغط شويه، فيمكن الامور العلميه مهمه جدا. عندنا جهاز فني اكثر من رائع ما بيسيبش اي شيء، يا رب ان شاء الله كل التحضيرات تكلل بالنجاح من نصيب النادي الاهلي بمشيئه الله زميلي. طيب احنا تاني مره كلاكيت، تاني مره اهلي وداد في النهائي. السنه اللي فاتت اتحرمنا من انه يكون في يعني فكره التكافؤ الفرص وان احنا نلعب على الاقل في ملعب محايد لو ما كانش في مباراه ذهاب واياب. هل شايف انه شكل الحاله عموما المغربيه في سفريه الاهلي المره دي مختلفه عن المره اللي فاتت؟ الانطباعات عند الاشقاء المغاربه، وسائل الاعلام، الاعلام الرياضي بيتكلموا ازاي عن ماتش النهارده يا كريم؟
بالتاكيد طبعا، يعني هي مش هنقول في اختلاف كبير، لان انت عارف طبعا يعني هو الفكر هنا واحد، فكر الوداد او فكر الرجاء، سواء باللاعب الوداد باللاعب الرجاء، هو فكر واحد، الاسلوب واحد، حتى الاخبار اللي بيتناولوها هنا في المغرب بتكون يعني سيستم واحد او شكل واحد او ميه واحده زي ما بنقول، مفيش متغيرات كثيره جدا في هذا الامر. لكن يمكن انا بقول لك باكد على نقطه مهمه جدا، هو تحركنا من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. يمكن احنا متواجدين في وسط المدينه، في جمهور الوداد بيتوافد بشكل كبير جدا، بيكون في المناوشات البسيطه بين الجمهورين، الاشارات المعتاده، علامات النصر، لكن بنامل مع تحرك لاعبي النادي الاهلي ومع تحرك الجمهور، لان البعثه كلها تتحرك بالكامل. ده امر مهم جدا، ان شاء الله باذن الله يكون الجانب الامني المغربي مهيئ هذا الامر بالتنسيق طبعا هنا مع مجلس اداره النادي الاهلي. وصلنا لملعب المباراه يكون بهدوء ويكون في امان. ايضا كمان اتكلمنا على تمركز اللاعبين اللي خارج القائمه، بعثه النادي الاهلي اللي هتكون متواجده، تامينها يكون ازاي، احنا هنقعد خلف طبعا دكه النادي الاهلي اللي هيكون في مركب محمد الخامس بجانب جمهور النادي الاهلي. الامور دي بالنسبه لنا بتهمنا بشكل كبير جدا، وظل منتظرين ان احنا نشوفه. الاجواء ممتازه حتى هذه اللحظه بمعنويات مرتفعه بحماس من جمهور النادي الاهلي. يتبقانا ان شاء الله باذن الله كرم ربنا سبحانه وتعالى في التوفيق لكل اللعيبه من نص فرصه تقدر تجيب، ويا رب ان شاء الله باذن الله يحقق النادي الاهلي البطوله ال 11. خليني اسالك على يعني اجواء ما قبل المباراه. الكلام انا عارف طبعا ان لعيبه الاهلي عندها من الخبره الكافيه للتعامل مع كل ما هو خارج محيط ال 90 دقيقه، لكن خليني اسالك مثلا في من ناحيه الوداد المغربي، هل في اخبار تتعلق بغيابات؟ هل في اخبار تتعلق باختلاف في طريقه اللعب او التشكيل اللي بدا به الفريق في ماتشه الاول او الجوله الاولى مع الاهلي في القاهره؟ بالنسبه للاهلي ولا بالنسبه للرجاء؟ لا بالنسبه للوداد. بالنسبه للوداد يا كريم، يعني انا عارف تماما يعني انه بصرف النظر عن تشكيل وطريقه اللعب، لكن يهمني اعرف لو عندك اخبار عن فرقه الوداد في ماتش النهارده. يعني بالتاكيد طبعا هو بيعلنوا عن بعض الاصابات اللي بالتاكيد هنشوفها النهارده، يعني يمكن الناس اتكلمت على المترجم مش هيكون متواجد وعدد كمان من اللاعبين، لكن هم عندهم برضو ذكاء في التناول الاعلامي، ما بيقولكش كل اللعيبه المصابه عنده، ما بيعلنش هذا الامر، ممكن يعلم في خبر او اثنين ان عدد من اللعيبه هيكون غايب، وبتلاقيهم في ارضيه الملعب وبتلاقيهم بيشاركوا. عشان كده بقول لك الامور دي يعني لعيبه النادي الاهلي ما بيلتفتش انتباه هذا الامر خالص، اي حد هيكون متواجد لو 12 لعيبه موجودين في الملعب النادي الاهلي عنده هدف وعنده امل كبير جدا ربنا يكون مع الطاقم التحكيم، ايضا كمان مهم جدا وليه دور كبير جدا، ده اللي بيركز فيه لعيب النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتركزش في التشكيله الخاصه بيه الرجاء، احنا كمان بنحاول ان احنا نوصل للمعلومات، لكن يعني في تحفظ شويه بالنسبه لهم، او بيحاولوا ان هم يخفوا بعض الشكل العام. الناس بتتابعنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وبياخدوا مننا بعض المعلومات، بنحاول ان احنا نصل لاي معلومه، هم عندهم ذكاء شويه في هذا الامر. لكن باكد لك زميلي احمد ان شاء الله باذن الله مجهود النادي الاهلي مش هيضيع، حاضر ان شاء الله من خلال التحضيرات اللي فاتت، ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي يعود منتصر من كازابلانكا من الدار البيضاء. خليني اسالك كريم بمناسبه كلام على مملكه سيما حكم مباراه النهارده، هل حسيت انه في اي انواع من الضغط؟ هم الحقيقه يعني اشقاء في المغرب العربي عموما، يعني تونس، الجزائر، المغرب، بيجيدوا التعامل مع فكره الضغط على اطقم التحكيم، هل حسيت بده في الايام اللي فاتت سواء في وسائل الاعلام، برامج تلفزيونيه، ولا ما كانش في تركيز على الجزئيه دي؟ يعني احنا شفناها في المؤتمر الصحفي بالاسئله الحقيقه اللي وجهت لمستر كولر بانه ضغط على الحكم، ويمكن تصريحاته كانت على بملاك سيما، هي كلها تصريحات الحقيقه يعني كانت بتحاول ان هي توتر شويه الجهاز الفني تحديدا مستر كولر الشناوي، لكن ما فيش ضغط خالص. يمكن الراجل اتكلم على حقوق النادي الاهلي، حق الراجل قال له يمكن لاعب اخر واحد في الملعب بيقطع الكوره بايده بتعمد لابد ان هي تكون كارت احمر، الراجل ما ضغطش. وهنا يمكن اكيد طبعا بيكون في النادي الاهلي بيضغط، بيحاول ان هم يعني ينشروا بعض الاخبار البسيطه اللي ممكن توصل لعدد من الجماهير ممكن يكون سنهم صغير شويه ما يستوعبش هذا الامر، ان النادي الاهلي بيضغط، ان النادي الاهلي قدم شكوى وفي الحكم، ان النادي الاهلي بيضغط على طاقم التحكيم. زي ما بقول لك يعني مملكه سيما اكيد بنتمنى له التوفيق النهارده يكون عادل في المباراه، وده اللي قاله الحقيقه مستر كولر في المؤتمر، وده اللي بيقوله كل لعيبه النادي الاهلي، احنا عايزين حقنا فقط لا غير، الكور اللي يشوفها يحسبها، عندنا فار لابد ان احنا يرجع للفار في اي كوره. عشان كده بقول لك يعني ما كانش في ضغط على قد ما هو كان في حرص كبير جدا ان النادي الاهلي ياخد حقه من خلال اي احاديث بتقام سواء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مع مستر كولر، مع اي حد من بعثه النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريقنا مملكه
سيما النهارده والطاقم التحكيم بالكامل، يا رب ان شاء الله باذن الله يخرج بالمباراه بشكل يليق بالكره الافريقيه ويليق بنادي الوداد ولا النادي الاهلي، لكن ان احنا يعنينا ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يخرج من هذه المباراه منتصر مرفوع الراس راجع مصر ان شاء الله باذن الله ببطوله تكون غاليه جدا جدا على كل جمهور النادي الاهلي. البعثه اتفرجت امبارح الفريق مع الجهاز الفني، يعني اتفرجوا على ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا؟ يعني لا ما اقدرش اقول لك كده، لان يمكن هذا التوقيت كان تدريب بفريق النادي الاهلي شغال، تدريب كان 8 طبعا بتوقيت القاهره كانت 10، يعني كل كان بيسالنا المباراة. احنا كنا بنتفرج على الاخطاط بسيطه، كل كان بيسالنا بقى بعض اللعيبه كانت بتسال يعني مين جاب هدف، دي بروين اتطرد ولا ايه، امور عاديه جدا لكن كلها الحقيقه على هامش المران كده، هم طالعين المران لكن مجرد دخول فندق الاقامه الامور كلها بتكون مختلفه بشكل كبير، فرض التركيز في فندق الاقامه امر مهم جدا، عشان كده بقول لك ان شاء الله باذن الله كل الثقه والدعم الكبير جدا للاعبين لمستر كولا لمجلس اداره النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب اللي يمكن ارى اللي فاتحه في مركب محمد الخامس مع لاعبي النادي الاهلي في البدايه، لقطه كانت مهمه جدا تصل للجماهير بشكل كبير ووصلت لاعبي النادي الاهلي، هنعود ان شاء الله باذن الله من كازابلانكا منتصرين بمشيئه الله زميلي احمد. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد، دي تقريبا كانت كل اخبار البعثه واخبار النادي الاهلي من المغرب من كازابلانكا مباشره. طيب واحد طبعا ده لقطات من تمرينه الاهلي ومن تواجد امبارح، تواجد كابتن محمود الخطيب طبعا اللي بالتاكيد يعني انا يعني دايما بحط نفسي مكان اي لعيب كوره، انا اصل الخطيب بالنسبه لي كلاعب، سيبك من قصه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دي قصه ثانيه، لكن الخطيب بالنسبه لي كلاعب يعني هو الايكون، يعني هو اللي حببني في كره القدم وهو اللي حببني، واحد من اهم اسباب حبي للنادي الاهلي بصرف النظر عنه العيله طبعا عندي اغلبها اهلاويه، لكن فكره انه حبي للكوره كبير جدا، فانا يعني لما شفت الخطيب في الملعب لا الخطيب بالنسبه لي بحط نفسي دايما مكان اللعيبه، لما يعني يكون الخطيب طبعا موجود معاهم دي لحظات طبعا بدايه التمرين الرئيسيه للنادي الاهلي وقرايه الفاتحه، ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده ويكون معانا ويوفقنا باذن الله ان شاء الله في مهمه ليست بالسهله وليست بالمستحيله، يعني وخليني اقول لكم الحسابات، يعني انا بشوف انه ولاول مره يمكن انا زي اغلب جماهير النادي الاهلي اتضايقت من استبنى لهدف هنا في ماتش القاهره، يعني لسبب لاسباب كثيره، اولا انه نتيجه المباراه لا تعبر عن السيناريو، يعني 2-1 اللي يبص المباراه 2-1 يحس انه كان في مستوى معين من النديه وده مش حقيقي، 90 دقيقه كانوا تقريبا سيطره شبه كامله للنادي الاهلي. نمره 2 انه في الوقت اللي انت تقدمت فيه 2-0 وكنت عندك كمشجع يعني او كمتابع احساس من انه الاهلي قريب جدا من الثالث ونخلص بقى ونروح المغرب الدنيا كويسه جدا، لقيت اللي بيحصل العكس انه الاهلي شباكه بتستقبل هدف، لكن في النهايه تعال نحسبها النهارده بفكر فيها بشكل مختلف، النهارده بقول انه كويس جدا ان احنا مش رايحين مرتاحين، يعني كويس جدا انه الاهلي مش رايح عنده الاحساس انه اللقب تقريبا محسوب، وادللك على ده وانا الكلام ده قلته من قبل ماتش الوداد وسان داونز مباراه العوده، يعني في الوقت اللي بعد النتيجه حصلت في كازابلانكا والتعادل 0-0 95% من الناس اللي قلتهم اللي قابلتهم وسالتهم قالوا لي سان داونز في النهائي. وانا قلت الكلام ده قبل الهوا، انا احساسي ان الوداد هو اللي في النهائي، وقلت لكم وشرحت لكم يعني الناس اللي بتتابع مش عايز ارجع للماتش ده، لكن شرحت ايه كانت اسبابي وكانت اسباب منطقيه جدا منها هو احساس سان داونز بانه حسم بطاقه التاهل للمباراه النهائيه. ده السبب الرئيسي من وجهه نظري، ده السبب الرئيسي اللي خلى سان داونز النهارده قاعد بيتفرج على مباراة نهائي دوري الأبطال بعد ما كان ناس كتير جدا بتقول لك إنه مرشح لإنه يكون موجود في النهائي من بيتهم من مقاعد المتفرجين، يعني فكرة الأريحية أو إنه القدرة على الحسم أصبحت في منتهى السهولة، فبقول إنه وارد جدا إنه الهدف ده الهدف اللي إحنا استقبلناه في القاهرة يودينا كازابلانكا في حالة استنفار، الماتش ده محتاج حالة الاستنفار دي، أعلى درجات التركيز، الاهتمام بكل التفاصيل، أعلى درجات الهدوء، كل ده مطلوب جدا جدا ومهم جدا في عناصر حسم المواجهة النهاردة لصالحنا إن شاء الله. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه زي ما قلت لكم من شوية أنا بشوف إنه إذا كان الوداد رايح المباراة أو داخل المباراة معاه أفضلية أرض وجمهور
فانت معاك افضليه تفوق بدني وفني واضح جدا. الفروق بين الاهلي وبين الوداد كانت واضحه جدا، مش بس في ماتش الذهاب، لا على مدار الموسم، على مدار النتائج اللي عملها الاهلي مع الترجي والرجاء، والنتائج اللي عملها الاهلي الوداد مع سان داونز وسيمبا. يعني فريق بيتاهل باريحيه على حساب اثنين من كبار الانديه، مش بس اثنين من كبار الانديه، اثنين من الانديه اصحاب الترشيحات بالمنافسه على اللقب، رجاء وترجي، ونادي الوداد اللي تاهل بشق الانفس سواء امام سيمبا او امام سان داونز. واضحه وصريحه، الوداد كان بيعاني في افريقيا السنه دي. وبالتالي في نيجي بقى نزود على دول المواجهه الاولى اللي بانت فيها كل الفوارق بشكل واضح جدا في مصلحه النادي الاهلي. فانت معاك افضليه النتيجه، معاك افضليه التقدم بهدف، الوداد معاه افضليه الارض والجمهور اللي ممكن جدا باداء وبروح النادي الاهلي تقدر تحرمه منهم. تقدر تحرمه، احنا اتعودنا، احنا لعبنا كتير قوي على ملعب مركب الخامس ده. يعني ده يكفي بس ان هو ثالث نهائي، سيبك من ماتشات الاهلي والرجاء او ماتشات الاهلي والوداد اللي اتلعبت في السنوات الاخيره، احنا ثالث سنه بنلعب فيها في نفس الملعب مباراه نهائي دوري ابطال، يعني بنلعب فيه اكتر ما لعبنا في استاد القاهره. انت لعبت في استاد القاهره مره السنه دي ومره في البطوله التاسعه اللي هي لعبت فيها مع الزمالك، صح؟ يعني من اربع نهائي لعبت مرتين، ده ثالث نهائي بتلعبه في مركب محمد الخامس. فالارض ما هياش غريبه على النادي الاهلي، الملعب ما هوش جديد على النادي الاهلي، يبقى جزئيه الجمهور ازاي تقدر تحيده؟ تحيده بادائك، تحيده بشكلك في الملعب، تحيده جدا 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 وتسكته جدا جدا بتسجيل هدف. نيجي بقى لمباراه السيتي امبارح، ودي فيها كتير من الدروس المستفاده اللي قلت لكم وانا بتفرج على المباراه دي مش قادر افصل. بشجع السيتي طبعا ونفسي السيتي يكسب وقد كان، ودي فرحه، بس طبعا فرحه الاهلي النهارده اهم وماتش الاهلي اهم، فمش قادر وانا بتفرج على الماتش، ما طبعا دي لقطات على الهواء مباشره، دي لقطات من دار البيضاء، جزء من جماهير النادي الاهلي وهو بيستعد للملعب. الناس دي باذن الله النهارده هتروح مبسوطه ان شاء الله باذن الله، ومن وراهم ملايين هنا في مصر ان شاء الله هيناموا النهارده مبسوطين وسعداء باذن الله بتتويج النادي الاهلي 11 يونيو واللقب ال11 باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب نروح لماتش السيتي. طب ايه اللي شفته امبارح ممكن يفيدنا النهارده؟ اللي شفته امبارح الحقيقه من الانتر يجبرني على احترام سيموني انزاجي وعلى احترام لاعبي الانتر. ليه؟ لانه انا طبعا يعني بشجع السيتي من اول الموسم، وبقالي كل موسم بحس ان البطوله دي تنادينا على مستوى تشامبيونز ليج اوروبا يعني، ودايما بنكون الافضل، ودايما بيحصل تركاه من بيب تخلي الدنيا تتقلب راسا على عقب، سواء في الخروج اللي ما كانش متوقع قدام الريال او في خساره النهائي اللي كان قدام تشيلسي. لكن السنه دي غير، السنه دي يعني كل الطرق تؤدي الى روما زي ما بيقولوا. لكن اللي شفته وكل الناس طبعا، وانا بتكلم طول الاسبوع اللي فات جزء في كل حلقه عن نهائي دوري ابطال اوروبا، كل الناس قالت لك السيتي السيتي السيتي، مفيش حد، ما سمعتش حد الا نادرا يعني، الا لو كان ميلانيستا زي ما بيقولوا يعني من عشاق الانتر من زمان يقول لك لا الانتر. لكن كوره السيتي، اسماء السيتي، اداء الموسم ده السيتي. لكن اللي ظهر من الانتر في ماتش امبارح، في ماتش ما كانش حد منتظر على الاطلاق بما فيهم جماهير الانتر نفسهم، يعني ما كانش ده السيناريو المتوقع ل الفوارق الكبيره جدا اللي قدمها في المستوى بين السيتي في الموسم ده وبين الانتر حتى مع قدرته على الوصول النهائي. خد بالك مشوار الانتر كان سالك، قرعه دوري الابطال وصلت الانتر او ايا كان فريق تاني، كان ممكن يبقى نابولي، كان ممكن يبقى ميلان، لكنه لم يصطدم بعمالقه اوروبا على عكس من السيتي. السيتي اللي واجه الكبار يعني كبار اوروبا، ريال مدريد، بايرن ميونخ، واقصاهم بقوه وبمهاره وب يعني وبقدرات، فريق عظيم حقيقه، الجيل ده من السيتي عظيم عظيم. فبالتالي الفوارق كانت كبيره جدا. لكن اللي ظهر من السيتي طبعا جماهير الاهلي بتزداد دقيقه بعد دقيقه وساعه بعد ساعه، وان شاء الله باذن الله مفيش رهان بس غير انه صوتكم يبقى مسموع في ملعب المباراه، احنا مش عايزين حاجه. متاكد انه مهما كانت الاعداد كبيره لن تستطيعوا انكم تجاروا، يعني يبقى في مجارات لجمهور الوداد. جمهور الوداد من الجماهير اللي انا بحترمها جدا، جماهير الكره المغربيه عموما يعني جماهير محترمه جدا. ومش هقدر انسى الدور العظيم اللي قاموا بيه معانا في بطوله كاس العالم،
جمهور كوره محترم على اعلى مستوى الحقيقه، وفي النهايه جمهور عاشق لفرقته ومن حقه يشجعها، وجمهور عظيم، واحد من اعظم جماهير كره القدم في قاره افريقيا. لكن يهمني جدا من رجالتنا وجمهورنا اللي موجود هناك يبقى صوتهم مسموع بس للاعبتنا، طول ما الاغاني بتاعتنا وطول ما شعارات النادي الاهلي موجوده في الملعب، حتى لو ما كانش ليها الغلبه من ناحيه الصوت، انا بيتهيألي الرسائل دايما هتبقى واصله، واحساس لعيبه الاهلي بالملايين وراهم هتبقى واصله ليهم في ارض الملعب. هرجع تاني للانتر واللي عمله سيموني انزاجي امبارح عشان يلاعب اقوى فريق على سطح الكوكب. سيناريو المباراه اللي حصل امبارح بيقول لك انه التحضير الجيد للمباريات الكبيره، الموسم كله شيء، الارقام اللي اتحققت في الموسم شيء، فوارق المستويات شيء، الفوارق او الامكانيات الماديه شيء، وال90 دقيقه اللي على ارض الملعب شيء تاني خالص. وسيموني انزاجي الحقيقه قدم واحده من، ورغم خسارته لقبه الاوروبي ورغم خسارته امام عملاق الانديه في العالم كله في الوقت الحالي، الا انه قدم جيم وقدم 90 دقيقه تدرس، كانت فيها الالتزامات بالواجبات على اعلى ما يكون، الخطه اللي اتحطت المناسبه لمواجهه فريق بحجم السيتي كافضل ما يكون، الروح اللي اعتقد لغت كل الفوارق كانت حاضره جدا وواضحه جدا في كل لعيبه الانتر في كل الخطوط من حراسه المرمى لغايه لوتارو مارتينيز وجاكو من بعد لوكاكو. وناس كتير جدا طبعا بتحمل لوتارو مارتينيز المسؤوليه على الخروج لانه اهدر فرصه هدف كان ممكن لو احرزه سيناريو المباراه يتغير راسا على عقب. لكن في النهايه تعال نتكلم كوره، الانتر ما قدمش اللي يقول انه يستحق لقب دوري الابطال، والسيتي سيطر بشكل كبير جدا ويستحق الفوز امبارح على الانتر. خلاصه الكلام والدروس المستفاده انه ال 90 دقيقه بكل ما تحمله من تفاصيل ملهاش اي علاقه باي مقدمات نتائج كانت او ارض او ملعب او جمهور او ارقام او قيمه تسويقيه ما قبل صفاره بدايه المباراه. نتمنى كل التوفيق لرجالتنا النهارده. فاصل ونرجع لكم في السادسه. فعليا ومن باب التفاؤل النهارده 11/6 وان شاء الله باذن الله يكون تتويج بالبطوله رقم 11. اللون الاحمر هو اللي هيلبسه النادي الاهلي، والابيض هو اللي هيلبسه نادي الوداد، وده ايضا امر يدعو للتفاؤل. لكن ده فعليا، عمليا كل الكلام ده ملوش اي عزه وملوش اي لازمه في مباراه النهارده. وعمليا الحقيقه عشان نبسط الامور، السؤال كيف يسجل الاهلي وكيف يمنع الوداد من التسجيل؟ ده مفتاح التتويج ب النجمة رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي. بيشرفني في السادسه النهارده محللي الكره العالميه شريف ابو حمد. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، واهلا وسهلا بيك، ووجهك يدعو للتفاؤل. انا متفائل جدا ان شاء الله باذن الله النهارده الاهلي هيحقق ال 11 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. والمتالق دائما نادر شبانه. مساء الخير يا نادر، بعد غياب طبعا الحمد لله على السلامه، منور السادسه. مساء الفل يا ابو حميد، ومنور بيك ومبسوط جدا ان شفتك. ان شاء الله بيكم باذن الله ال 11 ان شاء الله عرض. باذن الله. خليني ابدا معاكم بقى من الاولى في تاريخ السيتي امبارح. يعني انتوا في دخلتكم للاستوديو يمكن قبل الفاصل كنت بتكلم انه قد ايه امبارح وانا بتفرج على المباراه قلبي طبعا مع السيتي، لكن عقلي مشغول بماتش النهارده الاهلي والوداد. والحقيقه شفت انه في مباراه امبارح دروس كتير مستفاده قدمها الانتر في مواجهه واحد مش هقوله يعني مش هو اقوى فريق في العالم، اقوى فريق في العالم في الحقيقه. ورغم ان كل التوقعات قالت انه السيتي هيفتك بعد ما فتك بالريال وهو اقصى البايرن، انه السيتي هيفتك بالانتر امبارح، لا شفنا مباراه قويه جدا، شفنا روح، شفنا تنظيم دفاعي، شفنا وكان كل ما قيل قبل المباراه كان دوافع وحوافز للاعيبه الانتر في مواجهه السيتي. اهم الحاجات اللي ممكن تكون مفيده
من مباراه نهائي تشامبيونز ليج اوروبا في نهائي مباراه تشامبيونز ليج افريقيا من وجهه نظركم. واسمح لي هبدا مع شريف، اتفضل. الحقيقه امبارح الانتر قدم مباراه كبيره جدا يا احمد على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الجيم. الشوط الاول ما كناش متوقعين ان الانتر يبقى ند بند مع السيتي، يعني كتيبه جوارديولا اسماء كبيره جدا النهارده، القيمه التسويقيه لمانشستر سيتي كسر المليار يورو قصاد قيمه التسويقيه لانتر ميلان حوالي 530 مليون يورو. فانت بتتكلم تقريبا في ضعف ميزانيه الانتر سكواد. يعني سكواد قوي جدا، هالاند، دي بروين، برناردو سيلفا، جاجي ريليتش، نعد مهما نعد يعني اسماء كبيره جدا جدا. صحيح. فالنهارده قدر انزاجي وقدرت عناصر انتر ميلان ان هي تبين ان هم مش فريق رايح النهائي صدفه، لا ده انا رايح النهائي وانا مستعد، ده انا رايح النهائي وانا جاهز ان اكسب. ولولا سوء الحظ اللي واجههم في اكتر من كوره النهارده، لوكاكو منع السيتي من هدف، ديماركيو كان هيسجل هدف لكن العارضه اتسببت في ان هي تحرمه، ايدرسون انقذ حوالي 3 فرص كانوا محققين، كوره لوتارو مارتينيز اللي خدها من اكانجي اللي كانت ممكن يعني تموت جوارديولا، جوارديولا كان هيموت يعني، ده حقيقي فعلا. فالنهارده قدر الانتر ان هو يلعب بطريقه وتخليه يقول لا انا مش خايف، انا مش مهزوز، انا جاي انتصر، انا جاي اكسب، لكن سوء الحظ هو اللي وقف قصاده. ده عمله ازاي انتر؟ عمله بالترتيك، عمله بالنظام الدفاعي والهجومي، كان قادر ان هو يخلق حاله ما بين جميع الجوانب في الملعب، الدفاع كان مادي دوره على اكمل وجه، نفس الكلام في خط النص، نفس الكلام بالنسبه لديجيكو ولما لوكاكو نزل ولوتارو، فكان في انسجام وتناسق. وده اللي كمان بتمناه النهارده من عصر الاهلي. يعني ناخد من الجزئيه دي يا احمد لجزئيه الاهلي النهارده، جزئيه العناصر، ان يبقى في انسجام ما بين كل العناصر. أوكي. بنهاجم كلنا، بندافع بنقدر ندافع كلنا، بنسد في نص الملعب. فالحالات دي النهارده ممكن النهارده الاهلي ياخد جزء كبير من اللي عمله انتر، يعني عامل الارض والجمهور معوداه، عامل التحكيم ربنا يستر. هنشوف احنا النهارده واحنا بنبدا المباراه في حاجات بتصب في مصلحه الوداد وفي حاجات بترجع كفه الاهلي، ازاي تحرم الوداد من الافضليه بتاعته وازاي تحاول تحقق العناصر اللي يعني توصلك للتفوق في النتيجه ايا كانت ان شاء الله باذن الله فوز او حتى تعادل. لكن خليني اسال نادر، ازاي حرم الانتر السيتي من ان هو يطبق اسلوب لعبه؟ ازاي قدر انزاجي انه يشل قدرات السيتي الهجوميه القويه جدا لدرجه انه 45 دقيقه تقريبا ما شفناش السيتي اللي احنا شايفينه الموسم كله بما فيهم الماتشات الكبيره مع عتاوله اوروبا زي الريال وزي البايرن وغيرهم؟ طبعا دي حقيقه. ولو جيت بصيت يا احمد على الشوط الثاني تحديدا، كان الشوط الاول كان سيموني انزاجي بيعتمد بشكل كبير ان هو يضغط في وسط ملعب فريق مانشستر سيتي، انك انت تسيب لجوارديولا الكوره ده اخطر حاجه المدير الفني بيحط نفسه فيها. كارلو انشيلوتي عمل كده، كارلو انشيلوتي لما عمل كده في مباراه الاتحاد تحديدا وساب لجوارديولا الكوره، جوارديولا سبت له الكوره خلاص الموضوع انتهى. لكن هو كان بيسيب لجوارديولا الكوره في المناطق اللي بيسمح فيها للعيبه ان هي تقدر تمرر، اللعيبه المدافعين يبداوا يعملوا الباصات الخلفيه والباصات والاستحواذ السلبي اللي عنده. لكن كان بمجرد انت عمرك ما شفت مانشستر سيتي بيلعب الكور الطويله من روبن دياز او من ستونز او الحاجات دي، كان معظم الكرات ان لو في رميه تماس في وسط ملعب فريق مانشستر سيتي ما بيقدروش يخرجوا بالكوره بتدرج الطبيعي بتاعهم اللي معروف على التيكي تاكا بتاع بيب جوارديولا، كنت دايما بتلاقي ماتيو دارميان او حتى اتشيربي خارجين لوسط الملعب. واحنا معاكم دايما هنروح كده، او كاميرتنا هتروح للمغرب تمام. تنقل لجمهور السادسه لقطات كده. طبعا ده سيد جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري تمام. في زيارته لمقر اقامه النادي الاهلي، واعتقد اللي كان معاه في الصوره دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره. دكتور مزبوط. محمد شوقي فعلا طبعا. دي لقطات من تواجد السيد جمال علام في الساعات الاخيره ما قبل المباراه النهارده تمام. نرجع لهذا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله. فزي ما قلت لك يا احمد، هي القصه كلها ان كان سيموني انزاجي بيطبق اسلوب لعب انت ما كنتش متوقع ان هو يلعب بيه قدام بيب جوارديولا، رغم ان زي ما شريف تفضل وقال ان القيمه التسويقيه وقيمه اللعيبه اللي موجوده مختلفه تماما عن اللعيبه اللي موجوده في انتر. لو جيت بصيت هتلاقي ميخيتاريان او دارميان الاثنين كانوا اصلا في مانشستر يونايتد ماشيين ببلاش من فريق مانشستر يونايتد، روميرو لوكاكو كانت الانديه بترميه لبعض، ايدن جيكو كان ماشي من روما هو مرمي من روما برضو بمعنى الكلمه. سكواد انتر بشكل عام لو جيت بصيت على الفريق كله ما يوصلش نهائي،
بالظبط. ولكن انا مشجع يوفنتينو بصراحه، يعني بقى لي كتير ما بتابعش الدوري الايطالي، لكن دي ماركو وباريلا دي النقطه. امبارح انا شفت لعيبه تشانوردلو وبروزوفيتش، كل الناس دي مش 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 في كلاس ايه في اوروبا، مش كلاس ايه، صح؟ فاهم قصدي؟ بس القصه ان سيموني انزاجي يحسب له جدا اللي عمله امبارح، يحسب له ان هو امبارح يعني واحد من ونانا احسن حارس في دوري ابطال اوروبا السنه دي، يعني انا بشوفه حارس مميز جدا، هو اكتر حارس محقق كلين شيتس السنه دي، انه كمان عنده يعني بيلعب رجليه كويس جدا، يعني لعيب كوره. مش دي كانت احمد اتكلمنا فيها قبل كده في كاس العالم، كان في حلقه من الحلقات اللي اتكلمت فيها معاك في كاس العالم مع ريجوبير سونج مدير الفني للفريق لمنتخب الكاميرون، كان ساعتها سبب استبعاد اونانا ان هو ما كانش بيعتمد بشكل كبير على تمريرات اونانا من الخلف، واونانا ما كانش قادر يطبق ده، وكان عايز يلعب اسلوب لعبه بشكل عام، وهو اكتر حارس في تاريخ كاس العالم في مباراه واحده لمس الكوره كانت 60 لمسه لحارس مرمى في مباراه سويسرا. امبارح اونانا لمس الكره اكتر من ايرلينج هالاند، اكتر من جاك جريليتش، اكتر من كيفن دي بروين. ولكن تتخيل ان حارس مرمى وافريقي، اللي هم ممكن بره بيقولوا على ان الحارس الافريقي نقطه ضعف نوعا ما، ولكن دلوقتي لو جينا بصينا على الحراس الافارقه زي ياسين بون او زي اونانا او زي ادوارد مندي، احسن من احسن ثلاث حراس في العالم او من احسن خمس حراس في العالم على مدار الخمس سنين الاخيره. فده ذكر الشيء بالشيء بالنسبه لاونانا، وده كان بيعتمد عليه بشكل كبير فريق سيموني انزاجي، فريق انتر كان بيعتمد بتدرج بالكوره بشكل طبيعي، وده كان سبب ان هو يلعب ببروزوفيتش مكان ميخيتاريان، رغم انه لعب ديربي ميلانو سواء الذهاب او الاياب بميخيتاريان في وسط الملعب، غير من طريقه اللعب ولعب ببروزوفيتش وخلى باريلا وتشالانوجلو هم اللي في وسط الملعب تحتيه، وده ادى الافضليه نوعا ما في وسط الملعب، وتحديدا بعد خروج كيفن دي بروين قبل نهايه الشوط الاول، وده اثر بشكل كبير على فريق مانشستر سيتي في الشوط الثاني ان هم ما كانواش قادرين يطبقوا اسلوب لعبهم المعتاد. تمام. طيب خلينا نروح لكازابلانكا، انا هلعب معاكم لعبه لطيفه كده، هحاول اعمل كده حاجه تصور فيرتشوال كده للمحاضره الفنيه الاخيره من قبل فاندن بروك ومن قبل مارسيل كولر، كل واحد عنده اهداف من المباراه، كل واحد راسم سيناريو، كل واحد متوقع شيء معين من المنافس بتاعه في المباراه. فايه اللي ممكن نبتدي بالوداد؟ انا هبتدي بالوداد الحقيقه. تعالى يا شريف نتخيل كده شكل وطريقه تفكير سفين فاندن بروك والتوجيهات او التعليمات اللي هيقولها لعيبته في المحاضره الفنيه قبل انطلاق المباراه بساعات بسيطه جدا او بدقائق بسيطه جدا. ايه الطريقه اللي تراهن عليها او هيراهن عليها فاندن بروك في مواجهه الاهلي النهارده؟ نهائي 2017، لو رجعنا لنهائي 2017 هنلاقي ان الوداد سجل وقدر ان هو يحافظ على الهدف بتاعه، ومن خلال الهدف ده قدر انه ينتصر بالمباراه. اول ربع ساعه هي منعطف كبير جدا جدا في حسم اللقاء بالنسبه للاهلي. تحديدا ليه اول ربع ساعه؟ الجمهور بيبقى عامل زخم كبير جدا جماهيري، واللعيبه بتبقى نازله بحماس، والربع ساعه الاولانيه دي زي ما بيقولوا كده هي الربع ساعه اللي بيبقى على اساسها اتحدد بقيه المباراه. تمام. فلو اول ربع ساعه، طبعا اي مدرب في العالم هيتمنى انه يسجل في اول ربع ساعه. انت متخيل انه سفين فاندن بروك توجيهاته او خطته المبنيه على انه اول ربع ساعه هيكون ضغط كبير على الاهلي؟ ده هيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هتتعمل هي ان هيريح الوداد من بقيه الجيم. 75 دقيقه انا كده خلاص، انا لو بالهدف ده انا انتصرت خدت النقطه. ايوه، مش هنلعب كوره اصلا. بالظبط، 45 دقيقه مش هنلعب كوره. خد بالك انه استقبال الاهلي هدف زي استقباله هدفين. بالظبط. يعني انت دخل فيه جول. ده حقيقي، بس استقباله هدفين هيتطلب من الاهلي انه يسجل عشان يتعادل. انت جميل، لازم تسجل. يعني بالزبط. انت لو استقبلت اول هدف ان شاء الله ما يحصلش. ان شاء الله باذن الله مش هيحصل. بس انا بقصد اقول اكيد السيناريوهات دي مطروحه، لانه اكيد كولر اتكلم مع اللعيبه، لو حصل كذا هنعمل كذا، لو حصل كذا الادوار هتختلف، يبقى بدل ما يبقى في تكليفات او ادوار دفاعيه اكتر يبقى في زي ما حصل في ماتش كازابلانكا السنه اللي فاتت قدام الرجاء، لما استقبلنا هدف في اول ربع ساعه وقدرنا احنا نضيع ضربه جزاء كمان ومحمد عبد المنعم سجل وقدرنا نتأهل. فهي كل السيناريوهات موجوده، بس اللي اقصد اقوله على مستوى الارقام، انت لو استقبلت هدف في جميع الاحوال لازم تسجل، وحتى لو استقبلت هدف تاني مش هتفرق كتير لانه برضه في جميع الاحوال لازم تسجل، يبقى اتعادلت. بالظبط كده. فمدرب الوداد هيلعب على الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه اللي هيلعبها برضه مدرب الوداد انه يحاول يوقف خطوره الاهلي في الهجمات المرتده، لان النهارده الجميع هيبقى متخيل او متوقع ان الوداد هيبقى نازل ضاغط وهاجم والاهلي بيدافع. مارسيل كولر هيقابل ده بضغط هجومي، ودايما خير وسيله للدفاع هي الهجوم، ده في الكوره عموما من اول قديم الازل لما بدانا نتعلم. خليني قبل ما اروح لمارسيل كولر والرد فعل، انت بنيت سيناريو إن على ان الوداد اول ربع ساعه ده الهدف بهجوم ضاغط، لازم اول ربع ساعه يسجل، لان زي ما قلت لك ده هيريح افضليه كمان للوداد. عشان يعمل ده هيكون بنفس طريقه وشكل ادائه قدام النادي الاهلي في الفتره اللي
استقبل فيها هدفين، فتحرك او اتحررت كل خطوط النادي الوداد وبقوا ضاغطين علينا في نص ملعبنا، لدرجه ان احنا في الكره الهجمه المرتده بتاعت عطية الله لقينا ما كانش في ولا لاعب من الوداد في نص ملعبه. هل تتوقع ان السيناريو ده هو اللي هيلجا ليه سفين فان دن بروك في اول ربع ساعه، ولا هيبقى في تحفظ نوعا ما؟ اتوقع ان هو هيبدا بيه، ومش بس في اول ربع ساعه، انا اتوقع ان هو هيبدا بيه لحد ما يسجل هدف. الوداد النهارده هينزل الغرض من المباراه ان انا اجيب جون واحد بس. الوداد النهارده مش عايز ينتصر سكور، الوداد النهارده مش عايز يلعب الا ان هو يكسب مرتاح، الوداد النهارده مش هو عارف السيناريو اللي هيتلعب ازاي. دايما فرق شمال افريقيا ما بتلعبش قدامك الجيم على السكور، هي بتلعب قدامك الجيم على الاعصاب. تمام، فهي دي الجزئيه الاهم، ان الاهلي يخرج من اول ربع ساعه. هروح من اوضه لبس الوداد لاوضه لبس نادي الاهلي، واذا كان ده سيناريو طبيعي متوقع يحصل ازاي او يحصل امتى ممكن نختلف او نتفق فيها، او ممكن يعني يبقى فيها وجهات نظر كتير، لكن هو بالتاكيد الوداد متاخر، وبالتاكيد الاهلي متقدم، ومستر كولر يعلم ذلك جيدا، يعني هو عارف انه هو متقدم في المباراه، اللي مطالب بالتسجيل هو الوداد، وهو بالتاكيد متوقع انه ده مش هيحصل الا لما الوداد يكون هاجم وضاغط، وبالتالي ازاي يستغل ده مستر كولر؟ هل تتوقع انه اذا بدا الوداد زي ما شريف قال بالضغط الشديد ده على النادي الاهلي في محاوله استغلال الارض والجمهور، انه الاهلي يتكتل دفاعيا، مطلوب انه الاهلي يتكتل دفاعيا في اول ربع ساعه، ولا مطلوب من مستر كولر انه يلعب بطريقته ويحسس الوداد انه مش جاي يدافع، بالعكس انه جاي يهاجم ويلعب جيم مفتوح، وفكر مليون مره قبل ما تفتح مساحات ورا، فكر مليون مره قبل ما تحاول تعمل عليا ضغط متقدم، لانه ده ممكن تدفع ثمنه غالي. في ماتش من الماتشات في الدوري السنه دي تقريبا، كان ماتش سيراميكا اللي تعادلناه 1-1 في استاد القاهره، كان اتسال سؤال في المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر عن طريقه اللعب بشكل عام، وليه ما لعبتش بثلاثه علشان انت او مش سيراميكا، كان ماتش كنا متقدمين فيه وبعد كده تعادلنا. طب انت ليه ما لعبتش باربعه في وسط الملعب علشان تامن؟ عجبني جدا جمله قالها فيوتشر. وكان او فيوتشر فيوتشر بالظبط، لما كان وكان مطرود منهم واحد، فاللي هو انت ليه ما عملش ده؟ عجبني جدا رده ان هو قال لهم انا عندي افكار ما بقدرش ان انا اتخلى عنها، قد يغير في شكل المباراه من ادوار او من واجبات لبعض اللاعبين، ولكن المدير الفني ذو الافكار لازم تحترم جدا افكاره دي، وافكاره دي اللي قدر ان هو يطبقها من خلال ان هو اللعيبه نفسها اللي عنده زي بيرسي تاو او زي حسين الشحات، احسن جناح يمين واحسن جناح شمال في مصر بل في افريقيا حاليا، اتنين من اخطر اللعيبه اللي في بطوله افريقيا السنه دي، اتنين هم سم قاتل بالنسبه لاي دفاع. فزي ما انت قلت بالظبط يا احمد، هو مارسيل كولر مش هيروح يقول للوداد ان انا لا انا عامل لك حساب قوي وهاجي دافع دفاع منطقه زي ما عمل قدام الرجاء. هو الرجاء ما كانش بيوصل لمنطقه جزاء الاهلي، فكره ان كان معظم اللعيبه بتاعت الرجاء بترمي نفسها جوه منطقه جزاء الاهلي، ده يعرفك مدى العجز اللي كان بيسببه مارسيل كولر بطريقه اللعب اللي كان عاملها، ان هو ما كانش بيدافع دفاع منطقه بقدر ما هو كان بيدافع من وسط ملعبه، دفاع متقدم بيجبر اللعيبه او بيجبر اللعيب الفريق الخصم ان هو يفتح خطوطه او يجبر الفريق الخصم ان هو يندفع علشان يقدر يلعب في المساحات اللي وراه. بس كان ساعتها بيرسي تاو ما كانش جاهز بدنيا 100%، وحسين الشحات اعتقد كان لسه راجع برده من اصابه، ده اثر بشكل كبير ان احنا ما نسجلش النادي. الشيء الاساسي اللي هيعتمد عليه مارسيل كولر السنه دي المباراه دي هو اللي قاله في المؤتمر الصحفي، اللي هو انا رايح انا اللي كسبان، انا معليش ضغوط. احنا لو جينا رجعنا لنهائي رادس 2012 احنا كنا رايحين ومطالبين ان احنا نسجل في مباراه الاهلي والترجي بعد ما تعادلنا 1-1 في برج العرب، فرايحين رادس لازم ان احنا نسجل، احنا رايحين مش مطالبين ان احنا نسجل. و2006 قدام الصفاقسي انت رايح خسران، يعني تعادل بطعم الخساره، مطالب انك تسجل. زي ضيف عليهم نهائي كازابلانكا نفسه قدام الوداد 2017 اللي ما قدرش يمنعه الاهلي وقتها، اعتقد ان مارسيل كولر لعب على الحته دي. الفريق اللي هيلعبه مارسيل كولر مختلف تماما عن فريق 2017، بمدير فني لسه ما كملش شهرين مع الفرقه، بس ايجابياته اعلى من سلبياته. بس الفرقه مش غريبه عليه، لا الوداد غريب عليه ولا الاهلي غريب عليه بالظبط. بس مارسيل كولر بشكل عام هو اكتر واحد، انا شخصيا انا واثق في كل اللعيبه، واثق في مجلس الاداره، واثق في كل حد موجود في البعثه هناك، بس اكتر واحد انا واثق فيه هو مارسيل كولر لسبب واحد بس، لان الوحيد اللي بعد المباراه كان معظم الاراء انهزاميه جدا يا احمد على السوشيال ميديا وما بين الناس، مش طبيعي. لا ما كانتش انهزاميه، هو كان في بس صدمه، عارف يعني لما تعمل مباراه ذهاب تعمل ويجي فيك هدف مش ملوش لازمه، جيم بتاهل نفسك فيه انه الثالث قريب
يعني ان بالزبط. فكره انك هتطلع ممكن جدا الجيم ده يخلص 3 فتلاقيه بيخلص 2-1 بعد الشو اللي عمله الاهلي. الهدف جاي بعد بعد حاله الطرد اللي ما طردش ده بدقيقتين. انت لسه ما فوقتش من صدمه ان في لعيب يطرد وانا كنت هلعب متفوق بلاعب. بس انا عجبني في تصريحاته اللي هو يا جماعه مدى الياس اللي عند الناس ده مش طبيعي. احنا رايحين منتصرين. هو اللي عليه الضغط ان هو يسجل وهو اللي عليه الضغط ان هو لازم يلعب من اول دقيقه يحاول ان هو يسجل في مرمى الاهلي. فانا واثق تماما تمام الثقه في مارسيل كولر، واثق في اي 11 لاعب هيبدا النهارده، في كل اللعيبه اللي هتبدا النهارده. عندي يعني احساس كده وان شاء الله باذن الله يكون يعني حقيقي ان احنا اللي هنسجل في اول ربع ساعه. انا قلت الماتش ده زي ما في يعني اكيد طبعا اهميه كبيره جدا للنواحي الفنيه والنواحي الناحيه البدنيه هتفرق كتير جدا، والنواحي التكتيكيه والادوار والى اخره مهم جدا جدا بالذات لاعبتنا احنا، انه يبقى فيه هدوء، يبقى فيه تركيز طول التسعين دقيقه، لانه الغلطه ممكن في ماتش زي ده تبقى بفوره طبعا. غلطه بفوره على طول طبعا. فالتركيز مهم جدا مهم جدا. ما وده واحد هيبقى من تكليفات الجهاز الفني لفرقه الوداد، طلعوا لعيبه الاهلي بره هدوءهم وتركيزهم. يعني ازاي تعمل ده واحنا عارفين الغلاسات اللي بتبقى في الكوره مع وجود الجمهور مع الضغط على الحكم؟ سهل جدا انه حد يشتت تركيزك. فمهم جدا حته الهدوء والثبات الانفعالي. الفرقه دي الجيل ده عنده الخبرات دي يا شريف يعني. بس خليني اقول برضو انه بقينا بنشوف يعني لقطات ومشاهد اتمنى ما تتكررش النهارده من لعيبه طول عمرها ما كناش بنشوف منها ده. شفنا ده من هاني، شفنا ده من معلول، شفنا ده من ديانج، شفنا ده من الشناوي، شفنا ده من حمدي فتحي. النهارده وده مهم جدا كباتن الفريق بقى، دور كباتن الفريق مهم جدا، حته الثبات الانفعالي، ومهم جدا ما تستجبش لاستفزازات المنافس عشان ما تخرجش عن تركيزك. ازاي تعمل ده وازاي تمتص حماس الجمهور في اول على الاقل ربع ساعه زي ما انت كنت بتقول وبتتكلم على اهميه البدايه بتاعه المباراه. طيب خليني اقول لك في الجزئيه دي احنا ممكن نعمل زي استعاده لمجد وتاريخ وانجازات الجيل ده نفسه، مش هقول على اجيال تانية، الجيل ده نفسه قدر ان هو يلعب نهائيات توازي جيل مانويل جوزيه. يعني النهارده كنا بنضرب دايما المثل بجيل جوزيه وجيل ابو تريكا وجيل فلافيو وجيل متعب وجيل عماد النحاس والجمعه. النهارده بعد سنتين ثلاثه من دلوقتي لما هيظهر ان شاء الله جيل للاهلي، لا الجيل ده عمل لنفسه تاريخ وقدره وامكانيات وبطولات وانجازات، وثالث كاس عالم للانديه نفس الانجاز اللي كنا عاملينه في 2006 وفي نفس الوقت قدرت ان انت تلعب تشامبيونز ليج، خدت كمان تشامبيونز ليج من الزمالك الغريم التقليدي ليك، عملت انجازات يمكن جيل مانويل جوزيه كان ما عملهاش. فالنهارده الاستعاده بتاعه الثقه واستعاده احنا مين واستعاده البطولات بتاعتنا واستعاده التحقيقات اللي عملها الجيل ده نفسه تقدر تاثر النهارده في دوافع اللعيبه. يمكن كولر هو الحديث على المنظومه، لكن كولر ما تشعرش ان هو الحديث على المنظومه. تشعر ان هو بقاله 5-6-7 سنين في الاهلي، تشعر ان هو محقق بطولات كتيره جدا جدا مع الاهلي. كنت بقول امبارح كان معايا اشرف ممدوح، كنت بقول وانتوا تصححوا لي طبعا انتوا الارقام والاحصائيات والتاريخ كله عندكم، انه يعني ان لم تكن الافضل فهي واحده من افضل بدايات مدير فني للنادي الاهلي. حتى العظماء ما عملوش ده. يعني لو استثنيت بطوله كاس العالم للانديه اللي كانت اصلا، يعني انا اسف اني بقاطعك طبعا، لا سيبك مش بس بتكلم القاب، بتكلم على اندماج وانسجام سريع وظهور فكر وبصمه وعلى لعيبه فرديه واقتناع الاغلبيه الكاسحه من جماهير النادي الاهلي انه هذا المدير الفني يليق بالاهلي. يعني بالزبط. هذا هو الاختيار الصحيح. يعني حتى مانويل جوزيه نفسه خد وقت عشان يكسب الثقه دي. في كل فتره كان بينتقدوه. يعني اتفضل يا شريف كمل. بالنسبه بقى للجزئيه، نرجع للنقطه الاولانيه ودي اللي كنا بنتكلم فيها، فكره ازاي النادي الاهلي النهارده او ازاي عناصر الاهلي النهارده ما تتخضش من المباراه او ان هي تلعب المباراه وما تطلعش بره الدين. طيب خلينا نقول كده بعض الاحصائيات السريعه اللي ممكن تحفز كمان جماهير الاهلي وتطمن شويه قبل المباراه وتحفز كمان اللعيبه. انت عندك شك انه الجماهير مش مطمنه؟ الجماهير مطمنه بس شايف يعني نظره قلق شويه. لا هو قلق انه المواجهه مش سهله. يعني هي بالتاكيد الوداد على ارضه وسط جمهوره فريق محترم، لكن في النهايه ان شاء الله باذن الله فرصنا افضل. خليني اقول لك الاهلي لعب 28 مباراه في النهائي، على نظير الوداد لعب 6 مباريات. الاهلي عنده 10 بطولات افريقيا، الوداد عنده 3 منهم 2 في اخر 5 سنين. فاذا النهارده احنا بنتكلم على فرقه ما هياش حتى نص قدرات الاهلي او تاريخ الاهلي. فالنهارده الاهلي لو لعبت وقدرت تستعيد المجد والبطولات والانجازات
هتلعب المباراه كانها مباراه في الدوري عادي جدا. أيوة. الزخم اللي معمول للمباراه طبعا الخوف من الحكم الاثيوبي ان دي اخر مباراه ليه للاكتاسيم، بقى ان فكره النهارده ان تبقى اخر مباراه ليه دي تحط قلق شويه على اللعيبه اللي هو انت في ملعب المغرب والنفوذ اللي موجود داخل الاتحاد الافريقي اتجاه الوداد وحاجات كتيره جدا بتقلق. بس في نفس الوقت لو احنا مشيناها كوره ولعبنا كوره واستعدنا تاريخنا ونظمنا وعملنا خطوط انسجاميه ما بين الخطوط بشكل مناسب هنقدر ان شاء الله نخرج بالجيم كسبانين كمان مش بس متعادلين. نقاط ضعف الوداد هل بقت اكتر وضوحا قدام مستر كولر؟ والنهارده انا لو بقول انه هفترض يعني انه الوداد هيلعب جيم هجومي من الدقيقه الاولى او هيندفع يعني عشان يسجل هدف مبكر في شباك النادي الاهلي، ايه هتكون ابرز نقاط الضعف دي وشايف ازاي الاهلي ممكن يخترقها؟ نادر، لو جينا بصينا على مباراه الاهلي والوداد بتاعت السنه اللي الاهلي وصل فيها فاينل بتاع الاهلي والزمالك سيمي فاينل 2020 ايوه الوداد كان جاي مصر واحنا كسبانين 2-0 هناك، فكان مطالب ان هو يسجل. شفنا الهدف بتاع حسين الشحات العالمي لما قعد وعطيه الله مرتين وقومه تاني، كان الهجمه المرتده دي هي اللي شالها عطيه الله بايده اصلا في الماتش اللي فات والحكم ما طردوش، بس ديانج ساعتها لما عمل السبرنت بتاعه كنا رايحين 3-1 كان حسين الشحات ومروان محسن واليو ديانج. دلوقتي اللي حصل في الماتش بتاع الحد اللي فات كان بيرسي تاو وحسين الشحات جول 100% والحكم برده ما طردوش. ده بيثبت ان الوداد اندفاعه بشكل كبير في الكرات الثابته مستمر مع اختلاف المديرين الفنيين، وده شفناه في مباراه سان داونز اصلا المباراه اللي كانت في بريتوريا كان لحد ما هم اتعادلوا. يعني الكوره اللي اتعادلوا بيها اللي هي الجول اللي تسجل اون جول من مدافع فريق سان داونز، لعيبه الوداد كانوا 8 جوه منطقه الجزاء غير منفذ الركله الثابته وواحد على ال 18. فبمجرد ما كان في مدافع هيسلم وهيلعب الطويله خلاص، والاهلي مرتد عكسيه مرتد هدف في الكرات الثابته الوداد مندفع اندفاع غير طبيعي. الاهلي في الكرات الثابته بيعرف يطلع بالهجمات المرتده بشكل مميز جدا، وتحديدا لما انت تعتمد على لعيبه زي بيرسي تاو وزي حسين الشحات، اتنين من اللعيبه اللي بيقدروا ان هم ينقلوا الهجمه من الخلف للامام بسرعتهم وبالامكانيات اللي عندهم وبالقدره الهجوميه اللي عندهم، بجانب القدره اللي عند حمدي فتحي او مروان في افتكاك الكوره من في مناطق الخطوره بتاعه الوداد، انك انت تقدر تطلع الكوره لقدام في الكرات العاليه، وتحديدا اللعب خلف الظاهرين. لو جينا بصينا على الماتش اللي فات الهدف الثاني اللي هو بتاع كهربا، محمد هاني عمل الثرو باص طويل، انت فين الباك وفين السيرد باك اللي كان موجودين؟ ده جول كيبر طلع تقريبا لغايه حدود هو طالع علشان يغطي مكان الاثنين اللي هم اصلا ده مكانهم، فالكره راحت طلع بصراحه. دي من تاني نقاط الضعف اللي موجوده عند الوداد، وهي حارسهم حارس مميز، مفيش اي اختلاف ان هو حارس مميز، بس القصه كلها في الكرات العاليه او الكرات الطويله سواء الكرات العرضيه او الكرات الثابته عنده نقطه ضعف في الخروج. يعني هو كان مميز في مباراه سان داونز بصراحه، الذهاب او الاياب انا شفت منه مباراه يعني تبين انه حارس كويس. في لعبات كتير قوي قدام الاهلي عنده سوء تمركز جوه المنطقه وتحت التلات خشبات، وغلطان في الجون الثاني. وهو غلطان في الجون الثاني، في الجون الاولاني انا بقول لك هو كان مميز في حاجات كتير. لما تبص على مكان وقوفه في الكوره تتصدع، كوره الهدف الاولاني بتاع حسين الشحات تتصد برضه بتاع بيرسي تاو. لا شوف مكان وقوفه وقت ما الكوره كانت عند حسين الشحات، وقت ما بيلعب ثرو. ما ده اللي بكلمك فيه، ما عملش تراي على كوره بيرسي تاو. ما انا ده اللي قصدي، لانه بعيد جدا جدا، واقف على القريبه اصلا، واقف على القريبه وفي زاويه واحد، ما فيش تمركز للعيبه نادي اهلي في الحته دي، يعني ما فيش حد هيقطع في الحته دي يحطها براسه، وما طلعش على الكوره. لو كان خط خطوتين اعتقد لورا كان سهل جدا يطلع على الكوره العاليه. انا بقول لك دي من نقاط ضعفه، وما عملش تراي على حتى الكرات العاليه، الكره بتاع بيرسي تاو. ما هي دي من نقاط ضعفه، ودي تاني نقاط الضعف اللي موجوده عند الوداد في الكرات العاليه. انا شفت في مبارتين سان داونز كان كان انا اعتقد اسمه المطيع يوسف المطيع. انا عمال اتذكر الاسم، انا بتلخبط ما بينه وما بين السليتي اللي هو حارس الرجاء. فهو كان في ماتشين سان داونز شفت منه ماتشين كويسين جدا، بس في المباراه اللي فاتت انا بصراحه شفت نقطه ضعف موجوده عند الوداد في الكرات العاليه اللي كانت بتلعب عليه. حاجه مهمه برضو لازم يعتمد عليها مارسيل كولر وهي ثلاثيه وسط الملعب. هل انا عن نفسي لو هفضل ان في ثلاثي يلعب المباراه دي تحديدا؟ طب خليني قبل ما اوصل للتشكيل تمام، تعال نختار ادوار الاول يعني. وهتحبوا نحط التشكيل وبناء عليها نحدد ادوار؟ تعالوا نحط التشكيل. واحد، الاهلي الاقرب بالنسبه لكم انه الاهلي او مستر كولر يران على نفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه القاهره، ولا تتوقعوا ان يكون في تغييرات؟ ولو في ايه هي التغييرات اللي تتوقعوها؟ ابدا انا ولا نادر؟ يلا
الشناوي هو اللي هيتغير هيلعب مكان انت شوبير. تبدا الاهلي ونادر يبدا تمام. الوداد تمام الشناوي هيلعب مكان مصطفى شوبير. اعتقد ان المباراه اللي فاتت الاهلي بدا بالشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، اعتقد الرباعي ده مش هيتغير. تمام. نص الملعب بدا بمروان عطيه وحمدي فتحي وديانج والثلاثي ده افتكر ان هو اللي فايق برضه مش هيتغير. وانا بفتكر انه مش هيتغير. ممكن بقى نشوف التغيير بس في احتماليات تغيير في الثلاثي، يعني في مروان عطيه حتى لو ضعيف مروان عطيه لو اللي هيتغير مش ديانج ولا حمدي. لان ديانج وحمدي عندهم حته الثبات في النهائيات او عندهم حته الثبات ان المباريات الكبيره يعني انت شايف انه الماتش ده لو في حد هيتغير في الثلاثي لو حد هيتغير هو مروان عطيه بس. لكن ديانج وحمدي فتحي بنسبه 95% مروان بالسوليه ولا مروان بالسوليه لان جيم زي ده انا اشوف ان السوليه هيبقى عنصر خبره اكتر. السوليه بالمناسبه محظوظ في النهائيات، بيسجل في النهائيات فدي برده نقطه. سجل في كايزر تشيفز وسجل في الزمالك بالظبط. فدي برده نقطه ايجابيه شويه ممكن سجل يعني في الترجي وسجل بالظبط وسجل على يعني على مدار النهائيات اللي الاهلي لعبها في السنين الاخيره وعنده خبره المباريات الكبيره. طبعا. فلو حد هيتغير من الثلاثي ده هيبقى مروان عطيه وهيبقى مكانه السوليه. هل في احتمال ان الاهلي يلعب باربعه في الماتش ده؟ نص ملعب؟ لا ما افتكرش. دي من ضمن الحاجات اللي بقول لك عنه، هو الراجل ده ما بيحبش يتخلى عن افكاره. يعني انا متفق مع كلام شريف بس يعني انا شايف هو تمني اكتر من قدام بقى. بس انا عايز الثلاثه بقى اللي قدام حسين وتاو ده اساسي ده بشكل اساسي. كهربا اللي هيبقى فيه تغيير بقى، انا افتكر كهربا مش هيبدا. تفتكر ان كهربا مش هيبدا؟ كهربا هيبقى ورقه رابحه. كهربا عنصر مهم جدا 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 للاهلي. لو هتلعب جيم هجومي لو هتلعب جيم هجومي وصريح خلي كهربا ورقه رابحه. يبقى كهربا اللي يتغير وممكن يبدا مكانه محمد شريف. تمام. انا شايف ان نفس الكلام بس تغييره السوليه دي اعتقد مكان ديانج، واتمنى في نفس الوقت انه يكون مكان ديانج. ديانج مش عارف يجيب مستواه بقاله فتره طويله. عمرو السوليه بس ديانج في ماتش زي ده لا غنى عنه. انت محتاجه اكيد بس انا لا غنى عنه. بس مروان عطيه على فكره الراجل عمل اجتماع او جلسه يعني قعد فيها مع ديانج بس يتكلم فيها مع ديانج. مفيش اختلاف على امكانيات ديانج، ما نقدرش نختلف على امكانيات ديانج، من افضل المحترفين اللي جم في اخر 10 سنين. انه واضح انه بيجهزوا هو اكيد ماتشات زي دي بتاع ديانج. بس انا بتكلم في نقطه ان ثلاثي وسط الملعب اللي لعب الماتش اللي فات لو هيكون في تغير فيه هيكون لان ادوار ديانج يقدر يقوم بيها حمدي ويقدر يقوم بيها مروان. ولكن ادوار السوليه وتحديدا في الشق الهجومي وفي الكرات الطوليه اللي بيعملها عمرو السوليه او في الزياده اللي في ظهر المهاجمين اللي بيعملها عمرو السوليه، وتحديدا ان احنا عارفين السوليه بدنيا نوعا ما مش في احسن حالاته. دي هتكون عند السوليه مش عند ديانج. والتسديد من خارج المنطقه انت محتاج ده سلاح من ضمن الاسلحه اللي انت لازم تعتمد عليها في المباريات اللي زي دي. فاعتقد ان التغيير لو حصل هيكون سوليه مكان ديانج، ده توقع. تمام. وفي نفس الوقت لو سوليه هيلعب فاتمنى ما يكونش مكان مروان الحقيقه، يعني مروان لا غنى عنه في وسط الملعب. يعني انت عايز مروان ثابت؟ انا عايز مروان وحمدي ثابت ومعاه. انت عايز تغير ديانج؟ انا مش عايز اغير. بس لو طلعت واحد من الثلاثه لو انت شايف انه لو هطلع حد هيبقى ديانج. انت مش متفق في حته ديانج يتغير دي؟ لا ديانج بالنسبه لي انا يعني تمام. بص طبعا يعني خلينا نبقى متفقين، ديانج مش هو ديانج بالظبط. ده مفيش بس نص ديانج بس. بس ديانج يا جماعه عنده، انا مشكلتي في ديانج عنده بعض الغلطات اللي زي ما انت تفضلت في البدايه احمد قلت حاجات بتطلع من اللعيبه. احنا شفنا علي معلول اكثر اللاعبين خبره ونجم الجيل الحالي في الاهلي في مباراه اللي فاتت كان احد اسباب الهدف اللي اتسجل في مرمان. فديانج في مباراه الرجاء اللي كانت في كازابلانكا ساعات بحس ديانج اللي هو ايه يا ابني اهدى مش انت ده، انت ده مش مستواك انت ده. فانا عندي ثقه شويه في السوليه اكتر، راسي على الكور. السوليه بيعرف ياخد فاول حتى على الاقل، لما بيلاقي نفسه مزنوق بيعرف ياخد فاول. انا مش ضد ديانج عشان الناس تقولش ان انا ضد ديانج. انا فاهم انت ضد خالص. هو كبير من جماهير النادي الاهلي على فكره بالمناسبه تأييدا لكلام نادر، جزء كبير جدا من كلام خد بالك هو نادر ان ديانج الناس خايفه انه يبدا عشان تهوره وعشان اخطائه بالظبط. هي دي يعني خلي بالك برضو انه في خط نص الاهلي لن تجد لو قدامك 10 اهلاويه مش يعني مش هيتفقوا يعني هيبقى فيها في ماتش زي ده وفي المغرب مش في على فكره مروان عطيه السبب في ده. يعني لو نرجع بقى للسنين اللي فاتت لا بس هو كان دايما عندك اتفاق، لكن مروان عطيه النهارده حجز مركز بالزبط اساسي بالزبط عند كولر خلى العناصر الثلاثه بقى متغيره. هم اللي بيتخانقوا على يعني على انت متخيل ان السوليه وديانج وحمدي فتحي باسمائهم الكبيره في نص الملعب الاهلي الفكره وارد جدا جدا جدا. اصل الماتشات الكبيره دي
يا ما بحط نفسي مكان لعيب الكوره. جوارديولا امبارح عمل مفاجآت في التشكيل. ممكن جدا 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 تبقى حافز للاعب بعيد عن السور. انت عارف ده فكرني بماتش يعني دي بروين امبارح لما في الفودن السنه دي. انا في الفودن بشوف واحد من افضل الاجنحه على مستوى العالم. واللعيب بديل. وكنت مستغرب جدا فكره انه يبقى قاعد ما بيشاركش بشكل اساسي. يعني عندك لعيب عنده كل مقومات الجناح العصري، سريع، مهاري، لياقته عاليه جدا، هداف، يقدر بيسجل، تمركز والتحركات على اعلى مستوى. اللعيب ده ما يقعدش. امبارح لما دي بروين طبعا اتصاب، دي بالنسبه لنا كانت صدمه. يعني يا جاي اتصاب يعني في الماتش ده خاص نهائيات، نزل في الفودن. ففي رغم انه جاي من بعيد جدا لكن قدم جيم كويس. فاللي عايز اقوله لك مش مركزه. اللي عايز اقول لك انه وارد جدا انك تنزل اسم مثلا يعني، مش تقليلا منهم ولا تفخيما فيهم، لكن بس للتدليل. ممكن تنزل اسم زي قندوسي او زي قفشه، ما تكونش انت حاسس انه تقدر تراهن عليه قوي لانه مش موجود في سكواد بشكل اساسي في الفتره الاخيره، لكن يعمل لك جيم كويس جدا. بالمناسبه قفشه النهارده هيبقى ورق رابحه جدا ان شاء الله باذن الله. قفشه يعني قندوسي انا واثق في الاثنين الحقيقه. قفشه النهارده تحديدا في المباراه دي قفشه ورقه ممكن ورقه مهمه جدا 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 للاهلي النهارده، على الرغم من ناس كتيره جدا تقول لك قفشه بعيد عن مستواه. قفشه بقاله سنه كامله بس على فكره قفشه وقندوسي في كل المرات اللي ظهروا فيها كان ليهم في كان ليهم بصمه وكان ليهم تواجد. يعني تحس انه لعيب مش بعيد على فكره. ركله جزاء فيوتشر اللي ضيعها قفشه اثرت معانا السنه دي في الموسم كله بالظبط. يعني كانت نقطه تحول من ان قفشه يفضل مستمر على مستواه او يغير من مستواه للافضل. اوكي ركله الجزاء دي هي كلفت الاهلي نقطتين حجر زاويه بس اثرت كتير جدا مع قفشه نفسه. ده حقيقي اثرت معاه انه يرجع تاني لمستواه، لان انت النهارده قفشه انت مسجل اهم جول في تاريخ الاهلي ولاعب يعني ده حقيقي. احنا لو بنتكلم تبني تاريخك على انت راجل مسجل هدف هيظل في ذاكره جماهير الاهلاويه لمليون سنه قدام. فالنهارده قفشه انهي هدف ده ده الابيض طبعا يعني هو ما ينفعش يتنسي ده. فالنهارده هدف زي ده خلى قفشه في مكانه ثانيه عند جمهور الاهلي. انت فاكر مين اللي سجل الثلاثه بتوع كايزر تشيفز؟ طبعا يعني محمد شريف وقفشه والسوليه وقفشه. هو في حاجه كمان عايز اقولها في موضوع اللعيبه اللي انت اتكلمت عليهم يا احمد. لو نفتكر في 2006 مع مانويل جوزيه لعبنا مباراه الذهاب امام الصفاقسي اللي خلصت 1-1، محمد شوقي خد انذار. احنا جينا رحنا لعبنا هناك من غير شوقي، كان بيلعب حسام عاشور اللي هو كان لسه لعيب ناشئ، وحسن مصطفى وسط الملعب، ومين كان الثالث؟ اكوتي. فاكرين التغييره دي طبعا. ساعتها الناس اكوتي ده كان مصاب يا جماعه ست شهور، انت بتهزر يا جوزيه؟ ولقينا اكوتي منساه بيلعب اساسي، وفي الدقيقه 42 بيخرج اكوتي وبينزل عماد متعب وبيغير طريقه اللعب بالكامل بعد ما كنت بتلعب بمهاجم واحد اللي هو امادو فلافيو. هي السيناريوهات لا يمكن يعني طبعا احنا بنقعد نتكلم وبنرسم سيناريوهات، لكن اللي هيحصل في المباراه ايه محدش يقدر يتخيل ولا يتوقع. مارسيل كولر وفاندر يعني محدش كان يتوقع ان دي بروين ما يلعبش ماتش او يلعب 30 دقيقه ولا 35 دقيقه امبارح ويطلع، وفي الفودن يلعب ما كانش اساسي. كان ووكر واحد من اللعيبه اللي متوقعش ان هو ماتش الصفاقسي. ذكرى على كلام نادر، انا كنت بتفرج اول امبارح على الملخص بتاع ماتش الصفاقسي والاهلي 2006. طول الجيم الاهلي اللي هناك اللي هو هدف ابو تريكه الشهير هدف تريك طول المباراه الاهلي اللي بيهاجم بالرغم من ان الصفاقسي في ارضه ووسط جماهيره وثقته اكبر ومتعادل هنا في القاهره ومش مسجل اهداف، مفروض ان انت تروح تسجل على الاقل هدف عشان تطمن. ايوه لو انا سجلت وفضل 90 دقيقه مرتاح جدا، والصوره الشهيره بتاعت مدافع الصفاقسي وهو بيشجع خلاص البطوله البرداسي. البرداسي بيشجع خلاص المباراه انتهت لينا. لو ترجع للجيم ده وتشوف اللي حصل فيه ان طول الجيم الاهلي بيهاجم. النهارده ده اللي انا نفسي اشوفه من كولر ومن اللعيبه، ان الاهلي النهارده هو اللي يلعب الجيم كله. هو انا قلت في كنتش انت يعني لسه وصلته، فما اعتقدش انكم سمعتوا مقدمه الحلقه، قلت انه انا زي كل او زي اغلب الاهلاويه اتضايقت، مش لانه يعني حسيت ان البطوله بتبعد خالص، مع عمري ما شكيت او حسيت بالعكس. يعني يمكن من البطولات دي اللي حاسسها قريب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لكن اتضايقت لانه كان نفسي اروح المغرب وعارف بين قوسين وانا مرتاح. فاهم؟ ف 2-0 او 3-0 بالنسبه لي كانت هتوديني المغرب. هو الجون عكنن علينا بشكل غير مباشر. النهارده بقى بقول او بشوف ده من زاويه تانية، عارف لما تتحرك للمعلومه تيجي تشوفها من ناحيه ثانيه. هو رهان كبير. بقول انه كويس قوي ان الجون ده جه عشان ما نروحش المغرب واحنا حاسين انه اللقب واثقين في نفسنا او انه احنا رايحين مرتاحين والبطوله خلاص بقت في القاهره. قلت انه حاله الاستنفار دي
حاله يعني الاستعداد دي او انه اللعيبه تبقى مستنفره كده، اعتقد ده يصب في مصلحتنا ويخدمنا قوي في مواجهه الوداد على ملعبه ووسط جمهور. ده ظهر فعلا في تصريحات اللعيبه. عجبني جدا تصريحات حسين الشحات وتصريحات محمد الشناوي والسوليه. جماهير الاهلي تجاوب كازابلانكا والاعداد بتتزايد طبعا. يعني اتوقع النهارده يمكن ممكن يبقى في 1000 2000 اعتقد. ان شاء الله 2000 مبسوطين ويحتفلوا مع اللعيبه. وتقول بس مهم انه صوتهم يوصل للعيبه. انا مش عايز صوتهم يرج الاستاد، ومش عايز صوتهم يوصل لينا في التلفزيون، لكن اهم حاجه صوتهم يوصل للعيبه. يعني في 70 مليون او في 60 مليون صوتهم وروحهم وقلبهم مع الجمهور، وان شاء الله ومع الجمهور ده ومع اللعيبه في المباراه. وانا متخيل باذن الله ان النهارده الاهلي هيقدم مباراه هي افضل بكتير من مباراه استاد القاهره. طيب. كمان تعالوا بقى انا اخدكم لحته الخطوط، خط في مواجهه خط. هبتدي بخط دفاع الاهلي بما انكم شايفين انه الوداد هيبدا هجومي. اعتقد النهارده التغييره اللي ممكن تبقى تختلف على تشكيله الوداد هو وجود اوناجم من بدايه المباراه. ما اعرفش الناحيه الثانيه ممكن يكون مين، في اكتر من رهان، كلام على ان زهير مترجي مصاب عنده شد جامد، حميد احداد ما اعرفش قصته ايه. يعني الناحيه الثانيه ممكن يبقى طيب بيبلغوني اهو انه المترجي شارك في التقسيمه امبارح واحداد جاهز للمباراه، بس هو يروح على مين؟ مين مترجي بالنسبه للوداد وبالنسبه انا اشوف انه اوناجم بصراحه اوناجم غير مش اوناجم بتاع الزمالك بتاعنا لا انا بشوفه مش ده اوناجم بس زهير مترجي هو اكتر لعيب في تشكيله الوداد ممكن الدفاع الاهلي يقلق منه. ما دام اللعب بعيد عن البوكس عندنا انا اشوف انه اوناجم هو اخطر لاعبي الوداد عليه، دي وجهه نظري يعني. ده حقيقي. ما دام اللعب جوه الصندوق عندنا اشوف ان سامبو هو يعني ده مصدر الخطوره الاساسي والرئيسي وكل مصادر الخطوره اللي موجوده في فريق. دي حقيقة. والكوره جوه الصندوق عندنا لعيب صعب جدا، مراقبته قوي، متحرك، قوي بدنيا جدا ومعاه طول. بالظبط. يعني خد بالك قوه وطول تركيبه صعبه قوي انك توقفها ولعيب كوره. فكرت شويه بفكره ايفونا يعني اللي هو اللعيب الجسماني القوي اللي عنده مهاره. خد بالك اغلب اللي بيبقوا اقوياء دول تبقى كورتهم قليله شويه. بالظبط. لكن هو لعيب كويس. لكن هو لعيب كوره كويس عشان كده طول ما الكوره عندنا انا بشوف ان هو مصدر حرة. بس لازم تقفل الكوره من نص الملعب. طب تعالى بصرف النظر طب انا عايز كل واحد يقول لي رؤيته لخط هجوم الوداد هيكون ازاي وازاي يتعامل معاه او ازاي خط دفاعنا يقدر يوقف مصادر الخطوره في فريق الوداد. هبتدي بنادر. انا شايف زي ما انت تفضلت وقلت ان احنا اخطر اثنين لعيبه هيكونوا سامبو او ونجم او حميد احداد وزهير المترجي على حسب مين فيهم اللي هيبدا المباراه. بس سامبو تحديدا في المباراه اللي فاتت ما ظهرتش خطورته قوي بقدر ما كانت اللعيبه بتاعه الوداد بتعتمد بشكل كبير على الاطراف او الهجوم. خد بالك هو لما ضغط الماتش اللي فات يا نادر استغل انه مساكينك سواء عبد المنعم او ياسر مشغولين قوي بسامبو واعتمد على المترجي وعلى واعتمد بالظبط او القادمون من الخلف. يعني بالزبط. انت في الهدف جاي كده فعلا الهدف والفرص والكره اللي في العرض بتاعت عطيه الله في العرض والكورتين اللي شالهم شوبير. بالظبط. فبالتالي هو برده خطورته في انه بيسحب تحركاته ممكن يفضي بيها او يخلق بيها مساحات زي هدف سيتي امبارح حصل في الهدف بتاع رودري. زي الهدف اللي حصل يعني هو فضوا الكره المنطقه كلها. رودري عالمي بصراحه، دقة غير طبيعية. نهائي 21 العنصر اللي غاب عن المباراة اللي ما بدأش بيه جوارديولا هو العنصر اللي جاب له البطولة وهو اللي جاب له البطولة امبارح. وده جزئية ان هنا جوارديولا اتعلم من غلطته. يعني جوارديولا اتفلسف شوية في ماتش تشيلسي، قال لا انا هغير الجيم وهغير التشكيل. لعب 61 مباراة برودري في المباراة ال 62. لا هو رودري ده ما يطلعش يعني هو رودري تحط خط النص. يعني انا شايف ان ده من ضمن الصفقات السرقه ان ده يجي ب 70 مليون بس من اتلتيكو مدريد بعد سنه واحده مع سيميوني. هو سرق سيميوني فيه. لا هو لو انا بتسالني على عامه استفهام السيتي السنه دي انه ازاي سيب كانسيلو وزينشينكو في اول الموسم ولعب اكف. هي دي القصه ان جوارديولا غريب. يعني انت ما تعرفش طريقه لعب جوارديولا اصلا بشكل عام عمل فيها حاجات غريبه. كانسيلو كان كانسيلو كان عالمي يعني. نرجع تاني لماتشنا نص الملعب. نص الملعب ده دي الحرب الضروس. انا بشوف انه النهارده اللي هيقدر يسيطر على نص الملعب هيأثر بشكل كبير جدا على السيناريو اللي رسمه فاندن بروك والسيناريو اللي رسمه مارسيل كولر. مين من الفرقتين خط نصه قادر يفرض سيطرته على نص الملعب؟ دعدي ويحيى جبران عنصرين مهمين جدا في نص ملعب الوداد.
وتحديدا يحيى الربران، انت الخبره على مستوى البطولات الافريقيه اللي شارك فيها مع الوداد، على مستوى الاداء اللي بيقدمه يحيى الربران، على مستوى اسمه كمان في القاره كلاعب نص ملعب، ليه ثقل وليه وزن كبير جدا بيقدر يشد الملعب كله، وبلس كده ان هو بتحس دايما ان يحيى الربران عنده حته القياده عاليه شويه. فالنهارده لو انت قدرت ان انت تحجم يحيى الربران عن طريق بقى حمدي فتحي او عن طريق دياند من خلق الفرصه اصلا من اللي بتبدا من عنده من ورا من اول قبل نص ملعب الوداد الى ان تصل نجم او زهير المتردي او صامبو او ايا كان من العناصر الهجوميه، لو قدرت ان انت تحجم دعدي ويحيى جبران هتقدر ان انت تسيطر على التلت الاخير للوداد وتمنع الخطوره اصلا توصل لهم. ان خلي بالك النهارده 90% او 95% من المدربين بقت بتلعب على ان هي تمسك نص الملعب، مش بيلعب على ان هو يبقى عنده مهاجم قوي او مدافع قوي. وحاجه لاحظتها برضو في ماتش الذهاب، رغم ان هم كانوا متكتلين دفاعيا لكن حتى لما كانوا بيطلعوا بالكره من منطقتهم، يعني لما تيجي مثلا تشوف انه عندنا حمدي وديانج ومروان لما بما ان هم يعني الثلاثه اللي بيلعبوا اساسا الفتره الاخيره بيبقى ليهم ادوار هجوميه، لكن ما تقدرش تنكر ان هم دفاعيا مميزين جدا. ولو الاهلي او كولر قرر في لحظه من لحظات انه يلعب جيم دفاعي، الثلاثه دول يقدروا يعملوا لك بلوك قبل خط الدفاع صعب اختراق، على عكس منهم خط نص الفريق الوداد دفاعيا عندهم مشاكل كتيره جدا صغرات. وقدرتهم على التمركز دفاعيا فيها مشاكل في مساحات بين المركزين سواء وسط الملعب او الدفاع، الحته دي كان دايما بيرسي تاو بيتوغل فيها وبيقدر يستلم الكره براحته جدا. صحيح، فانت قادر تخلق كمان المساحات بين الخطوط، تحركات بيرسي بشوف طبعا يعني بعيدا عن السرعه والمهاره اللي موجوده او باينه قوي عند بيرسي تاو وحسين في فتره لعيب ذكي، لا قدرتهم على التحرك بذكاء وتغيير اماكنهم بالظبط برضو واحده من بصمات كولر الواضحه جدا عليهم، وشايف انه ماتش زي ده يقدروا يستغلوها بشكل كبير جدا. نقطه واخد من جزء من كلامك يا احمد، حته اللعيبه او العناصر الموجوده في الوداد النهارده، تعال نشوف القيمه التسويقيه للاهلي والقيمه التسويقيه للوداد. القيمه التسويقيه لعيبه الاهلي 29.5 مليون يورو، وده بالمناسبه رقم ممتاز جدا لو هتيجي هو الاعلى افريقيا، وهو الاعلى افريقيا وبجاب كبير عن المنافسين ليه. سان داونز نمره 2، سان داونز رقم 2، رقم 3 القيمه التسويقيه للوداد 19.5 مليون يورو. فانت برضو عندك جاب ما بين القيمه والعناصر بتاعتك وعناصر الوداد، فعناصر الاهلي هي اكثر قوه واكثر خبره بلس طبعا تحقيقهم للبطولات في الفتره الاخيره. فانا من جزئيه كلامك دي هرجع اقول ان لعيبه الاهلي النهارده لو قدرت ان هي تسيطر على الخطوط بتاعتها وتلعب بطريقه منسجمه ما بين كل خط، انا مش بلعب بالدفاع لوحده، مش بلعب بنص ملعب لوحده، مش بهاجم مع تو الشحات وعيش وانتو، لا احنا كلنا بنطلع بالكوره وكلنا متمركزين في اماكننا صح، هتقدر ان انت تغربل او تعمل حاله من التشتت عند مدرب. اهم طبعا انا الاهلي والوداد، انا عايز احاول يعني اراجع معاكم كده الفرقتين دول الجيلين دول قابلوا بعض كام مره ونشوف كده نتائجهم مع بعض، لانه بتهالي بتفرق برضو طبعا. انا ما النهارده مثلا هاني الشناوي معلول ديانج يكون قابل يحيى جبران وقابل زهير المترجي وقابل يحيى عطيه الله كذا ماتش حداد. حافظ اللعيب ده في عارف ازاي اعدي منه، ازاي اوقفه، فبتبقى المواجهه ما فيهاش فكره انك انت بتلعب فرقه مجهوله بالنسبه لك كانت صغيره او كبيره. احنا لعبنا الوداد السنه اللي فاتت نهائي دوري ابطال الفاينل، لعبنا سيمي فاينل 9 هنا وهناك وكسبناهم، ولعبنا فاينل 2017 تقريبا بنفس تقريبا في طبعا تغييرات بعض العناصر بس تقريبا اغلب السكواد وتعادلنا هنا وخسرنا هناك يعني الوداد كسبنا مرتين واحنا كسبناه مرتين ثلاث مرات كسبناه الماتش اللي فات ثلاث مرات وكسبناه هنا في القاهره الماتش اللي فات وتعادلنا مره. هو بتفوق نهائيات، انت بتفوق از توتال. يعني هو الوداد النهارده برضو عنده افضليه شويه ان الجيل بتاعه قدر انه ياخد لقبين من نادي الاهلي، اصل ثلاث بطولات للوداد. يعني الوداد حقق 92 اللقب على حساب الهلال وحقق بطولتين على حساب الاهلي، فدي مديالهم حافز كبير جدا ان بطل كبير بيرهب القاره وبيرعب القاره زي الاهلي انا قدرت اخد منه بطولتين في اقل من 5 سنين. فدي
في حد ذاتها مديه ثقه لعناصر لعيبه الوداد ومديه ثقه لجمهور الوداد في اللعيبه، وده مش عايزه ينعكس على لعيبه الاهلي. هم خدوا منا بطوله واحده واتحاد افريقي اداهم التاني هديه، مش الافريقي الواحد يا احمد والله، مش لو في اتحاد تاني بس مش عايزين نتكلم، والمصري والمصري يلا والمصري والمجري، مش عايزين نقول الاتحاد اللي اشتغل لصالح والجواب اللي استخبى، يلا اللي عدى فرصه، دي فرصه كويسه للاهلي السنه دي ان احنا عندنا الحمد لله مباراة ذهاب وعودة، قدرنا ننتصر في المرحلة الأولى وبإذن الله هننتصر في المرحلة الثانية، ومن خلال دي بقى نرجع ناخد حتة الأفضليات. أنت تفورت عليا في نهائيين بس ستيل برضو أنا متفوق عليك في مجموع مبارياتنا، ستيل برضو تاريخي أكبر ومتفوق عليك في أرضك، متفوق عليك في أرضك، يعني أنا كسبتك في أرضك ومباراة كان احنا كنا نكسبها 4-5 يعني احنا ضيعنا فيها انفرادات كتير جدا، كسبناها 2-0 بس، كسبناها 2-0 صح. انا عايز اقول لك ان المباراة دي تحديدا الاهلي كان ممكن يخرج منها 6-7-0، ما بقول لك كان كتير، احنا احضرنا كمية فرص ده في اول ماتش الموسيماني مع الاهلي، ده يعني ماتش افريقيا مباراة والناس كانت رايحة تقول لا ده احنا يا رب تعادل، ايوه الناس كانت بتقول ده اول، انا كنت بقول في السيزون ده مع رحيل فايلر ووجود موسيماني قلت لو الاهلي كسب الوداد عدى الوداد الاهلي هياخد بطوله بصرف النظر عن قبل رجاء، كان الناحيه الثانيه رجاء والزمالك، قلت رجاء وزمالك قلت الاهلي لو كسب الوداد الرجاء ما رايحش النهائي بصراحه، كانش هيبقى الديربي ليه الزخم الكبير ده، صحيح يعني كويس ان احنا لعبنا الزمالك في المباراه النهائيه، ده كان ده افضل سيناريو ممكن، ده حقيقي. انا شخصيا لما كسبنا الوداد قلت لو مش هناخد البطوله ما لعبش الزمالك، يعني انا مش عايز اخسر قدام الزمالك، اخسر قدام اي حد يعني طبيعي، انت مش عايز تخسر قدام الزمالك ومش هو، بس بصراحه بعد لما كسبت فانت اي بطوله في الدنيا اخسرها عادي، انا اهم حاجه انك كسبت البطوله دي، لا لا الحقيقه يعني لغه جمهور الاهلي ما بتعترفش كده، انت يعني فايلر كان بيتكلم في حديث لي مع احد الصحف السويسريه، فهو بيتكلم بيقول انا لم اجد في حياتي نادي لا يعرف الا الفوز، يعني دايما ما عندوش ثقافه التعادل او الهزيمه، كان يقول الناس بطلع بلاقي الصحفيين اللي متواجدين في المؤتمر بيهاجموني ان انا متعادل وبيهاجموني ان انا ازاي، فبينقلوا لي صوره انا مش متخيلها، انا كنت بقعد لحد الساعه 1 و2 بالليل صاحي بفكر هو انا لو اتعادلت هعمل ايه مع الناس دي، الثقافه فايلر في ليه حوار كامل بيتكلم في الجزئيه دي، بيتسو موسيماني كان موسيماني في بودكاست قال الخساره في الاهلي او التعادل في الاهلي جنازه، ده يعني بعد ما مشي بيوم، انت متخيل العقليه اللي وصل لها جمهور الاهلي، حب الانتصار، فكره الهزيمه دي نكد رهيب لمده 10 20 30 يوم بتفضل فاكر الهزيمه، انا مش متعود ان انا اخسر، انا متعود ان انا اكسب، متعود ان انا على منصه التتويج دايما، متعود ان انا لما بكسب بكوره مش بكسب بمساعده، مش بكسب بان حد بيقف معايا، مش بكسب ان انا بكسب عشان لازم اكسب وخلاص، لا انا بكسب وانا منتصر، بكسب وانا على منصه التتويج، وان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده على منصه التتويج. رهنكم على مفاتيح فوز النادي الاهلي النهارده ومين ممكن يسجل الـ يعني اهداف الاهلي ان شاء الله للتاريخ، تبقى اهداف تاريخيه زي ما اتكلمنا على هدف أفشة وزي ما اتكلمنا على هدف تريكا، يكون النهارده ليه نصيب في تسجيل هدف تاريخي. انا شايف من العناصر اللي موجوده اللي انا عندي ثقه كامله فيهم ان شاء الله حسين الشحات فعلا رقم واحد، وده ان دل فيدل على ويستحق ان هو يبقى ليه جون تاريخي على اللي حصل السنه دي في مستوى حسين الشحات، هو حط اجوال تاريخيه لن تنسى من حيث الحلاوه والجمال، لكن من حيث الاهميه اعتقد ان المناسبه النهارده بالزبط. ان شاء الله انا بقول لك على مدار حسين اهلاوي قوي يا احمد، حسين اهلاوي جدا طبعا، هو يفرق معاه ان انت لما حسين يكسب حسين عشان اهلاوي قوي، دي قصه تانية، ان الانتقادات انا واحد من الناس ومعترف تماما ان انا واحد من الناس كنت منتقد حسين الشحات في الوقت اللي كان مستوى حسين الشحات فيه متراجع، ولكن فكره ان حسين الشحات يجي في وقت يكون هو اهم لاعب في مصر شاء من شاء وابى من ابى، حسين الشحات بالارقام وبالتاثير في الملعب هو اهم لاعب في مصر حاليا، جناح متكامل بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وبيلعب في مركز غير مركزه اللي كان معتاد عليه. حسين ولا حد تاني؟ حسين وتاو، حسين وتاو، يعني اتنين النهارده ان شاء الله. ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، متفائلين ان شاء الله وواثقين، وباذن الله النهارده يكون فرحه، يوم فرحه وسعاده وتتويج لجماهير. حاجه اخيره يا احمد معلش قبل ما نختم سريعا بس، احنا النادي الاهلي المصري ايوه، احنا شايفين هناك يا جماعه في الوداد كل الطوائف في الوداد بيساندوا النادي اللي بيمثل البلد، عندنا هنا مش ممكن اللي بيحصل، انا عمري ما اقتنعت بنظريه المؤامره والكلام ده كله، بس فكره اللي بيحصل السنه دي وسيبك من المنافس وانك انت كل ما انت مصر على تصدير افكار معينه واسماء معينه
بتخلق فتنه، بتخلق تعصب، بتخلق غل، بتخلق كراهيه، والناس دي هي اللي بتظهر للناس على الشاشه. هي دي كل عن النتيجه وتحمل العواقب والنتائج. بشكركم شكرا جزيلا، كل التوفيق. بشكر طبعا شريف ابو حمد ونادر شبانه محللي الكره العالميه على وجودهم معانا، وان شاء الله باذن الله متفائلين وواثقين، وباذن الله بكره حلقه احتفال في السادسه. بشكركم على المتابعه، بشكركم على وجودكم طبعا، شرفتونا ونورتونا، تحياتي ليكم.